السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا محدثكم عدنان قلعجي من فريق التقديم في منصة أريد العلمية. يشرفني أن أكون معكم اليوم في هذه الجلسة البحثية. السيدات والسادة الحضور الكرام، حياكم الله جميعا. يسرنا أن نفتتح أعمال المؤتمر الدولي 14 للاتجاهات المتقدمة في الدراسات الإسلامية، حيث نجتمع اليوم لنستعرض ونناقش أهم الأبحاث والابتكارات في هذا المجال الحيوي. نسأل الله أن تكون جلستنا مثمرة وأن تساهم في تعزيز الفهم والإدراك لقيم الإسلام ومبادئه السامية. شكرا لكم جميعا على حضوركم واهتمامكم، ونتمنى لكم مؤتمرا ناجحا ومفيدا. أحبتنا الحضور الكرام، سيكون معنا رئيسا لهذه الجلسة سعادة الأستاذ الدكتور عمر علي أبو بكر، أستاذ ورئيس قسم الدراسات العليا في كلية العلوم الشرعية في مسقط عمان. وللبروف عمر علي أبو بكر من الشهادات العلمية دكتوراه في الفقه المقارن من قسم الفقه وأصوله جامعة المدينة العالمية بماليزيا في العام 2013، وأيضا الماجستير في الفقه المقارن من جامعة أم درمان الإسلامية، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي في الخرطوم بالسودان في العام 2011، وكذلك دبلوم الدراسات العليا من معهد العالي للدراسات الإسلامية في القاهرة، وأيضا لصنص في الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة والقانون قسم الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر القاهرة، وأيضا شهادة الثانوية الأزهرية من معهد البعوث الإسلامية بالدراسة قطاع المعاهد الأزهرية في القاهرة. وأيضا من خبرات البروف رئيس قسم الدراسات العليا بكلية العلوم الشرعية مركز عن بعد في مسقط سلطنة عمان، وأيضا رئيس قسم الفقه وأصوله بجامعة المدينة العالمية في ماليزيا، وأستاذ دكتور في الفقه وأصوله تخصص الفقه المقارن، أستاذ مشارك بقسم الفقه وأصوله جامعة المدينة العالمية، وأستاذ مساعد بقسم الفقه وأصوله كلية العلوم الإسلامية جامعة المدينة العالية الماليزيا. نعم أحبتنا الكرام، سويا نرحب بسعادة البروف، حياكم الله سعادة البروف، والصلاحية معك، فتفضل لإدارة الجلسة. توفيق إن شاء الله دكتور، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إخواني الكرام ومشايخي وأساتذتي الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بجميع الحضور في هذه الجلسة الأولى لهذا المؤتمر الدولي 14 للاتجاهات المتقدمة في الدراسات الإسلامية. واليوم بإذن الله تعالى نستفتح الجلسة الأولى بمحاضرة عظيمة مهمة لأحد الأعلام في المنصة، منصة أريد، وأيضا أحد الأساتذة المشهود لهم بالعلم والكفاءة، وهو فضيلة الأستاذ الدكتور أكرم محمد زكي، أستاذ لقسم أنظمة المعلومات في الجامعة الإسلامية العالمية، وبإذن الله تعالى سنتحدث عنه باختصار قبل أن ننتقل إلى مرحلة المحاضرة. الأستاذ الدكتور أكرم محمد زكي يعمل أستاذاً لقسم أنظمة المعلومات في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وله العديد من المؤلفات والبحوث والكتب المنشورة في مجال التقنية
وتعد من الخدمات المقدمة في مجال اللغة العربية والعلوم الإسلامية، وقد أشرف على ما يزيد على 30 رسالة، رسالة ماجستير والدكتوراه، وأدار عددا من المشاريع البحثية المدعومة من الجامعة أو من وزارة التعليم في ماليزيا أو من جهات أخرى عالمية. كذلك حصل على العديد من الجوائز وتقلد العديد من المناصب داخل الجامعة الإسلامية، ومنها أنه كان منسقا للدراسات العليا ثم رئيسا للبحث في كلية تقنية المعلومات والاتصالات، ثم نائبا لمدير المركز الإسلامي في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، ثم مديرا بالوكالة لنفس المركز. شارك أستاذنا في العديد من اللجان العلمية داخل وخارج الجامعة الإسلامية العالمية، وعمل كممتحن للعديد من البرامج الأكاديمية، وكذلك محكما لعدد من المسابقات الدولية. وللأستاذ الدكتور أكرم أكثر من 10 كتب منشورة، وما يزيد على 155 بحثا منشورا في محرك البحث العلمي سكوبرس، وما يزيد عن 45 منشورا في كفصل في كتب علمية. وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية وغيرها، وغير ذلك الكثير والكثير طبعا من الإنجازات المهمة مما لا يسع الوقت لذكرها. وإن شاء الله تعالى نقدم أستاذنا الأستاذ الدكتور أكرم محمد زكي ليقدم لنا محاضرة مهمة في استفتاح هذا المؤتمر العلمي المتميز بعنوان مؤشرات تضمين القيم الإسلامية في التعليم الجامعي. ومدة المحاضرة إن شاء الله تعالى نصف ساعة، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الندوة المباركة ونشكركم على حضوركم، والتي هي بعنوان مؤشرات نحو تضمين القيم الإسلامية في التعليم الجامعي. مقدمة بسيطة حول هذا الموضوع، لا شك أن العالم الإسلامي الآن يعاني من تدني مستويات التعليم، وخاصة في العلوم والتكنولوجيا، حيث أن العالم الغربي الآن هو الذي يقود عجلة العلم، والذي يخطط ويدفع ويقود في هذا المضمار. وفي ظل اعتماد المسلمين على غيرهم في التطور العلمي والتكنولوجي، حتى أصبحوا تابعين لا متبوعين، أدى كل ذلك إلى تطور مناهج دراسية وكتب علمية وبحوث ومقالات أكاديمية غير نابعة من تصور الإسلام الشامل، مما جعل بعض الباحثين المسلمين والمتعلمين يفتقرون إلى النظرة الإسلامية الكلية في ميدان العلم والتكنولوجيا. بل بروز من ينادي بفصل الدين عن العلم، وهناك من لا يرى أن هناك إمكانية للدمج بينهما. إذا في ظل هذه الظروف ظهر من ينادي من علماء المسلمين بضرورة الدمج بين المناهج العلمية الأكاديمية مع التصور الإسلامي الشامل، وتطوير المعرفة والعلوم وفق مبادئ الإسلام العادلة، وتدريس هذه العلوم وفق النظرة الإسلامية المتوازنة. لكن لا تزال هذه المناداة محدودة، وكثيرا منها ما تركز على الجانب النظري والفلسفي دون الدخول بالتطبيقات العملية أو تنزيلها على أرض الواقع. طبعا هذا مبرر، لأن التطبيقات
العملية وتنزيل هذه الأمور على أرض الواقع تحتاج متخصصين في كل حقل من هذه الحقول، بينما الأمور العامة والفلسفية والتنظير ممكن أن يكون بشكل عام. كما أن كثير من هذه الدعاوى تركز على العلوم الإنسانية والاجتماعية وليس على العلوم التطبيقية البحتة. طبعا هذا أيضا مبرر، لأن العلوم الاجتماعية والإنسانية تركز على الإنسان وهو العنصر الأساسي في العملية وهو المحور، بينما العلوم التطبيقية والتكنولوجية تركز على الآلة والتي هي بجميع الأحوال هي عبارة عن مكمل وليس الأساس. رغم اتفاق العلماء على أن العلوم الإنسانية والاجتماعية أحوج من العلوم التطبيقية إلى التكامل المعرفي، أي الدمج بين العلم والتصور الإسلامي، إلا أن التطبيقية ليست بمنأى عن هذه الحاجة، مما أدى بشكل غير مباشر إلى معاناة المتخصصين في العلوم التقنية والتطبيقية من شحة المصادر الأكاديمية التي ترشدهم إلى كيفية الدمج بين علومهم البحتة وبين الإسلام، حتى أصبح الاندماج في بعض الأحيان هو عبارة عن عمليات تجميلية من خلال إضافة بعض الآيات والأحاديث هنا وهناك، أو هناك من يفسر ويؤول بطرق وأشكال متكلفة قد تضر أكثر مما تنفع، وهناك من لا يرى أهمية الدمج على اعتبار أن العلوم البحتة علوم مجردة لا تحتاج إلى دمج مع الإسلام، وهناك من يرى عكس ذلك كله، أي أنه يرى ضرورة التكامل والاندماج الكلي للعلوم مع التصور الإسلامي الشامل. ما هو الغرض من التكامل المعرفي الذي أشرنا إليه؟ الغرض منه هو جعل هذه العلوم والمعارف التي بين أيدينا نافعة ومفيدة للمعلم وللمتعلم وللمجتمع وللبشرية جمعاء في هذه الحياة وبعد الممات. ولا شك أن هناك كثير من الأحاديث التي تؤكد على العلم النافع، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، كما أن العلم النافع هو الذي يعتبر صدقة جارية للمرء بعد موته، إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. إذا هذا العلم الذي ينتفع به هو العلم النافع الذي نريد أن ننشره إلى البشرية جمعاء. طيب، أسلمت العلوم وعناصرها. ظهر هذا المصطلح في العقود الماضية بطرق مختلفة، من كأسلمت العلوم والتكامل المعرفي، التأصيل الإسلامي وغيرها من المصطلحات. ونحن الآن لسنا بصدد الأخذ بهذه المصطلحات أو أخذ غيرها وترك البقية أو الإتيان بمصطلحات جديدة، لسنا بصدد هذا الأمر، لكن هي كلها تركز على نفس المفهوم. فهناك من أخذ الجانب علم المصطلحات، وهناك من توسع في ماهية هذا العلم وأبعاده وحدوده وأهميته والحاجة إليه، ومنهم من ذكر أسباب ظهوره ونشأته وتاريخه والتحديات والعوائق، ومنهم من عدد التعريفات وجاء بتعريفات جديدة، ومنهم من توسع بذكر رجالات هذا العلم وآرائهم وفلسفاتهم، ومنهم من تبحر بالجانب الفلسفي والنظري، ومنهم من عدد المنشورات السابقة والمؤلفات في هذا المجال، ومنهم من أخذ الجانب النقدي والاعتراضي، ومنهم من درس حالات معينة كيس ستاديز، ومنهم من وضع أسس ومعايير، ومنهم من حاول وضع مقاييس واختبارات ومؤشرات الأداء. لكن كل ذلك يمكن أن يقسم إلى 3 محاور: ماذا ولماذا وكيف. والسؤال الأخير كيف هو ما سنحاول التبحر به في هذه المحاضرة. إذا نحن نريد أن نقول كيف ننزل هذه العناصر الإسلامية، هذه المضامين إلى أرض الواقع في القاعة الدراسية.
في الفصل الدراسي في المادة العلمية. هذه التوجيهات بشكل عام موجهة لمؤلف المادة عندما يؤلف المادة، كيف يقوم بتضمين هذه العناصر في مادته، أو مدرس المادة كيف يقوم بتضمين هذه العناصر في المادة التي يدرسها. طبعا هذه العناصر بعض منها يجب أن يكرر باستمرار في الفصل الدراسي، ومنهم من يمكن أن يشرح مرة واحدة. فهو سنحاول الآن ذكر أهم هذه العناصر. طبعا هذه العناصر يمكن أن تتطور لتصبح عبارة عن نموذج، عبارة عن قائمة تدقيق تشيك ليست، تحوي هذه العناصر على قائمة بحيث يقوم مقرر المادة بالسير وفق هذه القائمة والتأكد أنه قام بجميع هذه العناصر في المادة الدراسية أو أخذ بجزء منها، بحيث على الأقل عنده خارطة طريق. طبعا هذه العناصر أيضا يمكن أن تستعمل كتقييم للتكامل المعرفي في الفصول الدراسية، فهي عبارة عن مؤشرات لتضمين القيم الإسلامية في العملية التعليمية. طبعا نحن نتكلم هنا عن العملية التعليمية في الجامعات، التعليم الجامعي. طيب العنصر الأول وهو الهدف والرؤية والرسالة. هل يجب أن يكون الهدف واضح؟ الهدف واضح للطالب، الهدف واضح للأستاذ قبل الطالب، الهدف من خلق الإنسان، الهدف من وجود الإنسان هنا، ماذا، ما هي واجبات هذا الإنسان؟ هذه الأمور العامة جدا يجب أن توضح في الفصل الدراسي. هذا أهم عنصر، وهو وضوح الهدف لدى الأستاذ ولدى الطالب. نتكلم عن عبودية الله، نتكلم عن مرضاة الله، وأيضا ننتقل إلى هدف الإنسان أي الطالب من طلبه للعلم. لماذا الطالب هنا؟ لماذا جاء الدراسة هنا؟ هل لأجل الشهادة أم لأجل التعلم والاستفادة والإفادة؟ ما أهمية طلب العلم؟ أهمية نشر العلم؟ أهمية الاستفادة من هذا العلم ليصبح علم نافع؟ إذن انتقلنا الآن من الهدف الأسمى للإنسان على هذه المعمورة، ثم الهدف من طلب العلم، ثم النزول إلى هدف المادة التي نقوم بدراستها. ما هو الهدف من هذه المادة؟ كيف نخدم المجتمع ونخدم الأمة من خلال هذا العلم الذي بين أيدينا؟ ننتقل إلى عنصر آخر وهي ضرورية الإخلاص والنية في طلب العلم. إذن على الأستاذ أولا والطالب ثانيا عقد النية. أنا لجئنا هنا للدراسة، للعمل الخالص لوجه الله، ليتحقق الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، وليس لغرض مادي أو غرض الحصول على شهادة فقط. الشهادة ستأتي تحصيل حاصل، والنية لا شك أنها أهم من العمل، حيث أن النية تضاعف الأجر، والنية يمكن أن تكون متعددة لتعدد الأسباب. أيضا على الأستاذ ومقرر المادة تحفيز الطلاب وحثهم على طلب العلم، على تحمل المسؤولية، على إضفاء روح الحماسة والدافعية لديهم، وإعلامهم أنهم على ثغرة، أن هذه فروض كفاية، يجب عليهم أن يتعلموا ويعلموا ويتحملوا المسؤولية، فهذه أمانة. إذن انتقلنا الآن إلى عنصر جديد وهو التحفيز والحث. ننتقل إلى عنصر جديد وهو التكامل المعرفي الذي أشرنا إليه أولا، وهو الربط بين علوم النقل وعلوم العقل، بين علوم الوحي والعلوم المكتسبة. فهذا الربط مهم جدا، الربط بين الدين والدنيا، هذه أمور مهمة، فيجب الربط باستمرار. عند الحديث مثلا على سبيل المثال المخترعات، الاكتشافات تربط مع نعم الله علينا، على كرمه على عباده، لطفه بعباده، على جوده،
عندما نتكلم عن المخلوقات الكبيرة والصغيرة كالسماوات والمجرات والجبال، نتكلم على قدرة القادر، لنستشعر عظمة الله وغيرها من المعاني. إذا نحن الآن نتكلم عن التكامل المعرفي. أيضا من العناصر ربط المادة مع العلوم الأخرى، فهذه العلوم ليست مجردة بذاتها، وهي مرتبطة بحيث ينظر المتعلم، ينظر الطالب إلى النظرة الشمولية، يرى الصورة بأكملها، فيستطيع معرفة أين موقعه في هذه الخريطة، بحيث لا يأتي إلى مادة يدرسها يحفظها دون الفهم الكامل لهذه المادة وكيف يمكن تطبيقها على أرض الواقع وما العلاقة بينها وبين العلوم الأخرى. إذا ربط هذه المواد مع بعضها البعض هو يؤدي إلى سعة الرؤية، النظرة الشمولية للمادة، يستوعب الطالب والمتعلم النظرة الكلية، الخارطة المتكاملة وهكذا. إذا هذه النظرة الشاملة قبل الدخول بالتفاصيل. أيضا من العناصر هي الخلفية الفلسفية. لماذا هذا العلم؟ لماذا ندرسه؟ ما الفائدة من دراسته؟ هل يمكن الاستغناء عنه؟ هل هذا العلم كان موجود قبل 500 سنة؟ هل سيستمر؟ أم أنه علم متغير؟ هذه الأسئلة الفلسفية العامة حول المادة التعليمية مفيدة للطالب، بحيث الطالب ينظر الآن نظرة شمولية، نظرة عامة، نظرة استيعابية، بحيث ينظر ما هي الأمور الثابتة، ما هي الأمور المتغيرة بهذه النظرة الفلسفية. ننتقل الآن إلى عنصر آخر وهو تاريخ العلوم. هذا العلم الذي بين أيدينا كيف نشأ؟ ما هي مبررات نشأته؟ ما الفوائد؟ ما التصورات السابقة؟ كيف تطور مع الزمن إلى أن وصل إلينا؟ كل هذه الأمور ستبني لدى الطالب معلومات إضافية، بحيث لا يأخذ هذا العلم مجرد، يعلم أنه تطور هذا العلم مع الزمن، وأنه قابل للتطوير، وأنه كما أن هذا العلم قد يكون متغير وليس مسلم، فكثير من الأمور كان الناس تنظر إليها بشكل معين، ثم تغيرت نظرة الناس إليها، ثم اكتشفوا اكتشافات جديدة. يعني كان الناس تظن أن الأرض هي مركز الكون، ثم بعد ذلك انتقلوا وأصبحوا يعلمون أن الأرض حجمها حجم صغير، أنها كروية وليست منبسطة. كثير من الأمور يتعلمها المرء مع الزمن، فيعلم أن نظرة الإنسان نظرة قاصرة، وأن هناك ليس كل ما يظنه المرء من المسلمات هو كذلك، فالأمور قد تتغير. طبعا يعلم أنه هناك أمور ثابتة وهناك أمور متغيرة. أيضا من العناصر هي ذكر إنجازات علماء المسلمين في هذا المجال، في هذا المضمار الذي بين أيدينا. فالعلماء المسلمين أنجزوا كثير من الأمور في مجالات مختلفة، في الكيمياء وفي الطب وفي الجيولوجيا وفي الجغرافيا وفي الفلك وفي التاريخ وفي كثير من العلوم، حتى في موضوع الأتمتة والروبوتكس كان لهم الكثير من الإنجازات. فعندما نذكر إنجازات المسلمين يتولد لدى الطلب أنهم كما أن أجدادهم كانوا من قيادات هذه العلوم، فهم أيضا بإمكانهم أن يقودوا، وأن لديهم القدرة على قيادة عجلة العلم مرة أخرى. كما أن مقرر المادي يذكر أن علماء المسلمين الأوائل كانوا علماء موسوعيين، لديهم النظرة الشمولية، كان هدفهم والدافع لديهم من نشر العلم وخدمة الإنسانية وخدمة المجتمع وطاعة الله. وكما أن البيئة الحاضنة في ذلك الوقت كانت بيئة تساعد وتقدر العلم والعلماء، وكيف أن العلماء مقدرين في الإسلام، وكيف أتاح علماء المسلمين علومهم للآخرين وقاموا بنشرها بين طلابهم ولدى العامة ولدى غيرهم مجانا، دون الاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر وغيرها من الأمور المستحدثة الآن. فكان الهدف هو نشر العلم وعدم كتمانه. إذا
إنجازات علماء المسلمين في هذا المضمار، في هذا المجال الذي بين أيدينا، أيضا من العناصر المهمة التي على مقرر المادة أن يذكرها لطلبته. من العناصر أيضا هو التصور الإسلامي الشامل للحياة. فالإسلام ليس هو فقط دين في المسجد، بل هو نظام متكامل لحياة المرء في بيته وفي مدرسته وفي جامعته وفي سوقه وفي حياته الشخصية والاجتماعية وعلاقته مع غيره. فلم يغفل عن جانب دون جانب، فينبغي على مقرر المادة أن يوضح لطلبته أن التصور الإسلامي هو شامل من عقيدة وشريعة وأخلاق، وأنه مبني على أهداف واضحة، وأن الإنسان هنا مستخلف، وأنه في عبارة عن اختبار حقيقي لننظر كيف تعملون، أيكم أحسن عملا. فالإنسان هنا في اختبار، في امتحان، فعليه أن يسعى وينجح في هذا الاختبار. فدين الإسلام يؤمن بالحرية والعدالة والتيسير والمساواة، ويحثنا على التفكر والنظر في الكون. فهذه من الأمور التي أيضا أن تكون متضمنة في المادة العلمية. أيضا من العناصر الأخرى وهي مقاصد الشريعة. فكما نعلم أن مقاصد الشريعة من حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل، فبالتأكيد المادة التي ندرسها تخدم هذه الأمور، تخدم الإنسان، تخدم العقل، تخدم المال، حسب المادة. قد تكون مادة اقتصادية، قد تكون مادة طبية تخدم الحياة البشرية، وبالتالي هي حفظ النفس، أو قد تكون مادة تحفظ الدين، حفظ الدين، وهكذا. فمقاصد الشريعة مقاصد متكاملة، ولا شك أن المادة التي بين أيدينا، المادة الدراسية، هي تسعى في هذه الاتجاهات، سواء بالسعي نحو عنصر واحد أو أكثر من عنصر في نفسه. أيضا من العناصر خدمة المجتمع والأمة. هذه المادة التي ندرسها كيف نستخدم لخدمة المجتمع؟ كيف نخدم المجتمع من خلال هذه المعلومات، من خلال هذه المادة، في حياة اليوم، في الطب، وفي الزراعة، وفي الاقتصاد، وفي غيرها؟ ما هي الأثار الإيجابية لهذه المادة، وأيضا ربما السلبية إذا استخدمت بطرق غير مسؤولة؟ إذن الحديث عن المسؤولية المجتمعية، عن التنمية المستدامة في خدمة المجتمع والأمة. إذن أيضا من العناصر التطبيق العملي. هذه المادة التي ندرسها ليست في قاعة الدراسة وفي الفصل الدراسي فقط، بل يجب أن تنزل على أرض الواقع. كيف نستفيد من هذه المادة على أرض الواقع؟ كيف نطبقها؟ ما هي التطبيقات العملية لهذه المادة على أرض الواقع؟ كيف يمكن الاستفادة من هذه العلوم وتحويل النظرية إلى تطبيقات عملية في الحياة اليومية؟ إذن هذا عنصر آخر. أيضا من العناصر الأخرى التقصير ودعم المعلومات بالآيات والأحاديث. نحن نتكلم عن تضمين القيم الإسلامية. لا شك أن هناك كثير من الآيات التي لها علاقة بالموضوع الذي نقوم بدراسته وتدريسه، فالربط بين هذه الآيات وبين المادة الدراسية لزيادة الإيمان واليقين، وأيضا للتأكيد على صحة هذه الآيات وصدق هذه الأحاديث. إذن نحن نؤكد صحة المعلومات من خلال الآيات والأحاديث، وأيضا نزداد يقينا بأن العلم أثبت ما جاء به القرآن والحديث الشريف من غير تكلف أو إنزال الأمور على غير مكانها الصحيح. أيضا من الأمور نقد المادة، critical thinking، لأن كثير من العلوم كما ذكرنا تم إنتاجها من قبل الآخرين، فنريد أن نعيد صياغة هذه المادة من خلال التصور الإسلامي، فتصحيح الأخطاء، حذف المخالفات، استبدال المعلومات غير الصحيحة، تغيير المعلومات حسب الحاجة، ونقد الموضوع، النقد المنطقي، رفض الأفكار المخالفة. لأن هناك طبعا نحن نتكلم عن مواد بشكل عام، يعني قد تكون هناك مواد اقتصادية تتكلم عن الربا، بالنسبة لهم فوائد البنوك، يعني بالنسبة لهم الأمور عادية.
وهكذا. فإذا نحن يجب أن ننقد الموضوع من خلال النظرة الإسلامية، نقول أن هذا مخالف لما جاء به الدين الإسلامي. أيضا كما أننا ذكرنا نقد المادة، أيضا تقدير المادة من خلال المادة الصحيحة. هناك أمور لا شك أنها صحيحة، وكثير منها، كثير من المواد التعليمية التي أنتجت من قبل الآخرين هي صحيحة ومفيدة. عندما نتكلم عن الطب والهندسة والكيمياء والأحياء وغيرها، كثير من المعلومات هي، أو أكثر المعلومات هي معلومات صحيحة، فيجب أن نستفيد ونشكر ونقدر ونثمن ما جاء به الآخرون. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. والاستفادة والإفادة من هذه العلوم النافعة، فالحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. وكما أننا انتقدنا المادة وقمنا بتقدير الأمور الصحيحة، علينا أيضا أن نساهم في التطوير العملي. أيضا التحليل السليم، التحليل السليم للمادة، تقييم الموضوع بشكل سليم وموضوعي، بعيدا عن الأمور يعني المخالفة، إضفاء التعقيبات المستمرة من وجهة نظر الإسلام. فلا يكتفى بالشرح دون التعليق والتعقيب والتعليل والتنبيه من وجهة نظر الدين الحنيف، ومقارنة نظرة الإسلام في هذا العلم على النظرة الأخرى. إذا التحليل السليم المنطقي البعيد عن التطرف، أخذ الأمور بموضوعية. أيضا من العناصر التنقية للمادة الدراسية من الأخطاء والمعلومات المضللة والتزوير والكذب والتلفيق، ويجب الاهتمام برفع مستوى المادة الدراسية، الاعتناء بجودة الخطاب، تجنب المبالغة في الوصف، المحافظة على الريادية في ذكر المعلومات، عدم التحيز، الاعتناء بوضع المصادر العلمية وعدم الاقتباس من الآخرين دون الرجوع إليهم وذكر مصادرهم. إذن هذه هي الإتقان في المادة العلمية، يجب الإتقان، يجب أن تكون المادة متقنة ونحافظ على هذا المستوى. أيضا تذكر الله سبحانه وتعالى من خلال المادة الدراسية، تذكير المتعلمين بخالقهم، واذكروا الله ذكرا كثيرا، تذكرهم بالله الواحد بأسمائه وصفاته كلما سنحت الفرصة، وهي كثيرة، الفرص كثيرة، لأن أسماء الله الحسنى وصفاته كثيرة. فكثير من الأمور التي نتعلمها لها علاقة بنقول الله القدير، الله الخالق، الله المدبر، وهكذا. فكثير من الأمور لها علاقة بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فتذكر هذه الأمور أثناء العملية التدريسية دون تكلف وبشكل منطقي وبشكل حيادي بعيدا عن التكلف وأخذ الأمور بالموضوعية. الدعوة إلى الله أحد العناصر هو استخدام هذه المادة الدراسية بشكل غير مباشر. نحن ما ذكرناه الآن من تضمين القيم الإسلامية في العملية التعليمية هي دعوة غير مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى دين الله الحق، أرض الإسلام بشكل غير مباشر من خلال المادة الدراسية، نشر سماحة الإسلام، بسط تعاليمه للجميع. فهذه الأمور هي من الدعوة إلى الله. أيضا من العناصر الثقافة الإسلامية، الثقافة الإسلامية بشكل غير مباشر، نشر هذه الثقافة الإسلامية من خلال المادة الدراسية، بحيث يحصل المتعلم على كثير من المعلومات حول دينه وحضارته وتاريخه وعلماء المسلمين بشكل غير مباشر وهو يدرس هذه المادة التي هي ربما مادة رياضيات. والأمثلة كثيرة في هذا المجال. أيضا من العناصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما سنحت الفرصة، أي تقديم النصيحة للطلاب للمتعلمين بما يتعلق بهذه المادة العلمية كلما اقتضى الأمر. فهذا جانب مهم يجب استغلاله لغرض إصلاح الفرد ثم إصلاح المجتمع. فإصلاح هذا الفرد الطالب بكيفية الدراسة، كيفية ضرورة القدوم إلى الفصل مبكر، ضرورة أخذ الأمور بجدية والأمانة والمسؤولية وهكذا. فإذا نصح الطالب بشكل مباشر وغير مباشر بوفق الأسس والمعايير
المعمول بها، عدم تعنيف الطالب والأخذ الأمور بحكمة وبروية وبرحمة، هذا هو المقصود هنا. أيضا إضفاء الأخلاق الإسلامية في المادة الدراسية. كثير من الأخلاق الإسلامية التي ينبغي التركيز عليها كلما اقتضت الحاجة، يعني نتكلم عن الصدق، نتكلم عن الشفافية، نتكلم عند تطوير البرمجيات على عدم الغش وعدم التجسس والصدق في التعامل، وهكذا عندما نتكلم عن الهندسة والطب والعلوم الأخرى، عدم الإهمال، عدم الغش، الالتزام بالأمانة والعدل، وهكذا. هذه الأمور الأخلاق الإسلامية أن يتم تضمينها في المادة الدراسية التي بين أيدينا بأشكال مختلفة، بحيث يصبح الطالب متحمل ويحمل هذه الأخلاق الإسلامية في دراسته الهندسية والطبية وغيرها. أيضا من الأمور الأخرى كما ذكرنا وهو تكميل النقطة السابقة، التربية الأخلاقية. الأستاذ المادة وليس فقط مدرس لمادة مجردة، بل هو أيضا مربي، هو أيضا معلم، هو أب أطوف على طلابه، ييسر عليهم الأمور، يحترمهم، يستمع لهم الإنصات لما عندما يتكلمون، الرحمة بهم والشفقة والعطف ومساعدتهم داخل الفصل وخارجه، المحافظة على وقت الدراسة، أيضا على الأستاذ القدوم في الوقت والخروج في الوقت المحدد، وعدم إضاعة الوقت واستغلال المادة العلمية بشكل جيد والانتهاء منها بشكل جيد. إذا هذه التربية الأخلاقية هي أمور غير مباشرة تأتي مع الأمور الدراسية، بحيث تصبح جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية. أيضا العلم النافع. على مقرر المادة أن يحرص على جعل علمه مفيدا ونافعا لطلابه، كما ذكرنا في البداية أننا نريد أن يصبح هذا العلم نافع. إذا عندما يدرس أي مادة يجب أن يحرص على الاستفادة من هذا العلم. كيف يصبح هذا العلم نافع للفرد وللمجتمع وللآخرين؟ فزكاة العلم تعليمه، فنريد أن يصبح هذا العلم منتشر ونافع للجميع. أيضا من العناصر هو التفكر والتدبر، التشجيع على التفكير من خلال المادة الدراسية، استعمال العقل، التحليل والتعليل بشكل منطقي، التشجيع على التدبر والتفكر والبحث والحكمة من هذه القوانين التي ندرسها والنظريات والموضوعات وهكذا. إذا التفكر والتدبر هو جزء من المادة التدريسية، فلا نأخذها مجردة، بل ننظر نظرة كبيرة، نتدبر فيها ما هو الغرض منها، ما هو الحكمة من وجود من هذا القانون وهكذا. أيضا الإتقان والإحسان والجودة في المادة العلمية، سلامة اللغة، وضوح الصور، وضوح الطباعة، الإتقان في نوع الخط وحجمه والأشكال الهندسية، فهذا الإتقان هو أيضا من الأمور المستحسنة في المادة الدراسية. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فإتقان المادة التعليمية، إتقان الكتاب، إتقان التأليف، إتقان هذه الأمور يعني يجب المحافظة عليها وإتقان والجهودات. أخيرا، هذه كل ما ذكرنا من هذه الأمور لا يمكن أن تتم إلا بالاستعانة بالله، فلا يمكن أن تتحقق هذه الغايات والأهداف إلا بالاستعانة والتوكل عليه سبحانه وتعالى، ونعلم أنه لا نستطيع أن نقوم بها إلا بالاستعانة به والالتجاء إليه وطلب العون منه والدعاء وغيرها من الأمور، بحيث نأخذ بالأسباب ونستعين ونتوكل على الله. إذن هذه أهم العناصر التي وضحناها هنا، وكما نشاهد هي عبارة عن خارطة الطريق، عبارة عن عناصر يمكن أن تصبح نموذج لتضمين القيم الإسلامية في العملية التعليمية، فهي عبارة عن أشبه بتشيك ليست، أشبه بقائمة تدقيق، أشبه بنموذج يمكن أن يساهم في وضع خطة للأستاذ في تضمين القيم الإسلامية في العملية التعليمية. ولا شك أننا نحن نتكلم الآن بأمور عامة، الأستاذ هو يستطيع أن يأتي بالأمثلة المناسبة، هو يستطيع
أن يحول هذه النظريات إلى أمور تطبيقية، هو يعلم كيف ينزلها على أرض الواقع، هو يعلم كيف يفيد من هذه المادة يجعله علما نافعا، هو يعلم كيف يخدم المجتمع والإنسانية من خلال هذه المادة. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم، ونختم هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنتم أحسنتم فضيلة الأستاذ الدكتور أكرم محمد زكي، شكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة التي هي باكورة هذا المؤتمر لهذا العام، وهي النسخة الإلكترونية طبعا من هذا المؤتمر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جهودكم وهذا البحث القيم حقيقة، مؤشرات تضمين القيم الإسلامية في التعليم الجامعي، بحث قيم، وهذا الإلقاء المتميز كل عنصر من عناصر هذا البحث يحتاج إلى بحث آخر حقيقة. فجزاك الله خيرا وشكرا جزيلا على ما قدمتم. طبعا لدينا اليوم هذه جلسة الأولى، لدينا 9 أبحاث. البحث الأول هو ما تم تقديمه قبل قليل من طرف الأستاذ الدكتور أكرم محمد زكي بعنوان مؤشرات تضمين القيم الإسلامية في التعليم الجامعي، والبحث الثاني هو بعنوان إدارة الأزمات في السنة النبوية غزوة الأحزاب نموذجا، مقدم من الدكتور نايف بن ناصر المنصور، والبحث الثالث سيكون مقدم من الدكتور أحمد محي الدين صالح بعنوان حكم البسملة في سورة الفاتحة في حاشية الإمام التبريزي على الكشاف دراسة وتحقيق، والبحث الرابع سيكون مقدم من الدكتورة فاطمة إمهار بعنوان رصد للظواهر الصوتية واللغوية في رواية روح عن الإمام يعقوب الحضرمي من تاسع الحضرمي تاسع العشرة، يعني تاسع العشرة القراء. البحث الخامس سيكون مقدم من الدكتورة مها حسن الهوساوي بعنوان تفضيلات من وإلى المفصل في القرآن الكريم، والبحث السادس مقدم من الدكتورة مزدلفة السر محمد علي بعنوان الأقوال التي ضعفها ابن عرفة في تفسيره لمخالفتها القراءات القرآنية وقواعد اللغة العربية جمعا ودراسة. وأما البحث السابع سيكون مقدم من الأستاذ الدكتور إياد أحمد إبراهيم والدكتور محمد خالد الحسن بعنوان فلسفة فتح الذريعة وتطبيقاتها في العقيدة الإسلامية، والفصل البحث الثامن سيكون مقدم من الدكتورة موعظة النساء بعنوان سياسة اللغة وتأثير الثقافة الإسلامية في إندونيسيا، مسألة المفردات الإندونيسية في ضوء العربية أو الفارسية، والبحث الأخير سيكون مقدم من الدكتورة خديجة المختاري بعنوان دور تحقيق المخطوطات وأثرها في تطوير علوم العربية حاشية على مختصر المعاني لمحمد بن منصور الشفشاواني نموذجا. فهذه هي الأبحاث التي سنقدمها بإذن الله تعالى، ونجدد شكرنا وتقديرنا لمقدمي هذه الأبحاث والقائمين على المؤتمر حقيقة، كما نشكر الأستاذ الفاضل الأستاذ عدنان قلعجي حقيقة على جهوده الواضحة في هذا المؤتمر وعلى تواصله الدؤوب في أي وقت سواء من أوقات الليل أو النهار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خطواته في ميزان حسناته وكذلك جميع القائمين على هذا المؤتمر العظيم والميمون. إذن على بركة الله نبدأ من البحث الثاني بعنوان إدارة الأزمات في السنة
النبوية غزوة الأحزاب نموذجا، ونطلب من الباحث الكريم الدكتور نايف بن ناصر المنصور ليقدم بحثه خلال 15 دقيقة، وأولا يقدم بنفسه خلال دقيقة، وعلى بركة الله فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بجميع الحضور وجميع المشاركين، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور عمر علي أبو بكر رئيس الجلسة، وكذلك مدير القاعة الأستاذ عدنان القلعجي. أخوكم نايف بن ناصر المنصور، أستاذ مساعد في كلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة العالمية قسم الحديث سابقا، وأكاديمي متفرغ حاليا من المملكة العربية السعودية الرياض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بداية يطيب لي أن أرفع اسم آيات الشكر والتقدير لجميع الجهات من الجامعات المنظمة لهذا المؤتمر العالمي في الدراسات الإسلامية ومساهمتهم الكبيرة في بناء وتطوير المجتمع الإسلامي، وذلك بإعداد الدراسات والبحوث المهمة من قبل الباحثين والخبراء، جعل الله ذلك في موازين أعمالهم. أيضا يطيب لي أن أعبر عن سعادتي وتشرفي بالمشاركة ضمن كوكبة من النخب العلمية في هذا المؤتمر بهذا البحث المختصر، والذي يعد نوعا ما التفاتة لما تتضمنه السنة النبوية والسيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم من معاني ومفاهيم قد يغفل عنها البعض. وعنوان بحثي هذا المختصر هو إدارة الأزمات في السنة النبوية، غزوة الأحزاب نموذجا. لو تكرمت السماح لي بمشاركة الشاشة. أرجو بالكنترول السماح بمشاركة الشاشة. أعتقد دكتور عدنان هل الشاشة واضحة عندكم الآن؟ الشاشة ظاهرة؟ لا، كأنها ما واضحة يعني. تمام، واضح واضح. الشاشة الآن؟ تمام. نعم. عنوان بحثنا، أنا حاولت أن أختصر ملخص البحث حتى يتسع له الوقت ولا يمل الحضور. عنوان بحثنا هو إدارة الأزمات في السنة النبوية، غزوة الأحزاب نموذجا. من سنن الحياة على المسلمين التعرض للشدائد والمحن بأنواعها، وذلك امتحان من الله تعالى. قال تعالى: ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأن من الواجب علينا كمسلمين أن نتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تعد دستورا لنا ومنهجا تربويا وقيما عليا يرجع إليها العالم بأسره ويستفيد منها المسلمين في حياتهم اليومية. فقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم ومعاملته مع الآخرين قائمة على الإنسانية وبناء العلاقات التي يسودها الود والسلام والرحمة والتسامح مع الآخرين. لقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم الكون كله بمبدأ الإحسان، وأعطى الأمن والأمان للجميع، كما تم ذلك في المجتمع النبوي مع اليهود في المدينة. ومع ذلك قام اليهود بتحريض قبائل العرب ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وتشكيل جيش موحد لحصار المسلمين، اشتهرت عند المؤرخين وعند أهل السير بغزوة الأحزاب، وذلك في السنة الخامسة من الهجرة على قول المحققين من أهل العلم. وقد أحاط الأعداء المسلمين من فوقهم ومن أسفل منهم حتى زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغ الخوف من المسلمين أشد مبلغ. ولقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نموذج لإدارة هذه الأزمة، فكثير من الديانات الأخرى أو الآخرين يعتقدون أن دين الإسلام هو دين عبادة وروحانية
ولا يمت إلى العمل الدنيوي بأية صلة، ولا وهو مجتمع عبادة، ولا مجتمع عمل وتعامل وسياسة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمة شكل أفضل نموذج لإدارتها بجميع أطرافها وأنواعها. وقد تضمن هذا البحث عدة وصول لهذه الأزمة ومعالجتها من خلال تحديد الأهداف وجمع المعلومات وفتح مجال الشورى ومتابعة العمل في مواجهة العدو. ويتكون هيكل البحث من بيان أسباب الغزوة والأطراف المشاركة ودور المنافقين في هذه الأزمة. والمنافقين بالمناسبة كما نقول هم يشكلون ما يعتبر بالطابور الخامس في بعض الدول والذين يساندون العدو الخارجي في الإطاحة بنظام الدولة أو احتلال هذه البلدان. فالمنافقين دورهم دور الطابور الخامس في وقتنا الحاضر. نعم، أيضا تضمن البحث ذكر البيانات العسكرية للجيوش ونتائج هذه الأزمة والحرب مع الأحزاب ودروس المستفادة من هذه الأزمة. علينا عند دراسة التاريخ أن نقسم الأحداث على هذه التقسيمات حتى يتبين لنا كيف أن الدين الإسلامي دين يتضمن الدين والسياسة بدون الفصل بينها، وأنه دين عرف وأن نظام الإسلام عرف يتعامل مع من حوله من طوائف وجيوش وأدار ما يحدث إليه من أزمات. كما ذكرنا الفصل الأول يتضمن على مقدمة وأسباب الغزوة، وفيه 3 مباحث: الدوافع السياسية، إغراء اليهود كما ذكرنا للقبائل العربية، دور المنافقين في هذه الغزوة. أما الفصل الثاني إدارة الأزمة وفيه 4 مباحث، وهو مبدأ الشورى، مشاركة القيادة، وهو من النبي صلى الله عليه وسلم، شاركهم في أعمال، شاركهم في الشورى، شاركهم في جميع الأحداث. أيضا سرعة الإنجاز، وذلك ما يأتي في ثنايا البحث من حفرهم للخندق في مدة وجيزة وبعمل مستمر. أيضا الأحوال الاجتماعية من خوف المسلمين والحصار القائم عليهم، وكيف أنهم تعاملوا مع هذه الأحداث بجودة فائقة. الفصل الثالث بيانات الغزوة، وفيه 7 مباحث: عدد الجيش في الطرفين، المناوشات بين الجيشين، اتفاق اليهود مع المشركين على غزو المسلمين من الخلف، الريح التي سلطها الله سبحانه على الأحزاب، دور الصحابة في المعركة، كذلك عدد القتلى من الجيشين ونتائج هذه الغزوة. دائما ما يتم الحديث عن غزوة الأحزاب، أيضا جميع الغزوات وجميع الأحداث في السيرة النبوية بأسلوب السرد التاريخي، بحيث يمر عليه القارئ بشكل مجمل دون التأمل في بعض التفاصيل التي يتبين من خلالها أنها دولة الإسلام كما ذكرنا هي دولة حقيقية بكافة أركانها وسياساتها، وليست مجرد تجمع بشري برابطة الدين دون نظام يشير أمورهم. فهذا البحث بإذن الله يأتي على هذه التأملات والتفاصيل. من أهداف البحث: أولا التعريف بغزوة الأحزاب من خلال المصنفات الحديثية والسيرة النبوية، فكتب الحديث وكتب السيرة النبوية تتضمن بيانات هائلة ومعلومات عن جميع ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله وفي غزواته. رجعنا لهذه الغزوة وما تتضمنه هو المصنفات الحديثية والسيرة النبوية. ثانيا من الأهداف بيان تعرض الأنبياء عليهم السلام للشدائد خلال دعوتهم قومهم إلى التوحيد. الثالث براعة النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة الأزمة والتعامل معها بما يؤول إلى انتصار المسلمين. 4 ذكر جهود الصحابة رضي الله عنهم وإخلاصهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللدين الإسلامي. الصحابة أدوا هذه المعركة بالذات إلى تعاملوا معها بإخلاص وتفاني، وهم كما عرفهم أهل العلم أنهم أفضل البشر بعد الأنبياء، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر الأهداف هو توضيح دور أعداء الإسلام المتمثل في المنافقين بمحاولتهم المستمرة للقضاء على المسلمين. هذا الدور
يجب أن نطبقه وننزله على واقعنا، على دور المنافقين في جميع المجتمعات الإسلامية، كيف أنهم يخذلون أهل الدين ويجلبون العدو الخارجي ويسهلون له الاستيلاء على البلدان الإسلامية والاستيلاء على ثرواتها والتحكم في قدراتها الاقتصادية. منهج البحث، أتبع الباحث في هذا المنهج الوصفي من خلال استقراء كتب السيرة النبوية والمصنفات الحديثية لجمع المادة العلمية للموضوع. من أهم النتائج لهذه الغزوة من أهم النتائج لهذه الغزوة هو تعمق الإيمان بنفوس المؤمنين بعد رؤيتهم نصر الله لهم في هذه الأزمة العظيمة، وشمولية سيادة دولة الإسلام على المدينة بعد محاسبة جهود بني قريظة على خيانتهم العهد. أيضا من النتائج بروز هيبة دولة الإسلام بعد انتصارهم في هذه المعركة في نفوس القبائل وجميع الديانات المحيطة بجزيرة العرب، وأن المشركين بعد هذه الغزوة لم يعد باستطاعتهم غزو المسلمين، بل المسلمين بدأوا بغزواتهم لبلاد المشركين. إشارة إلى الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله عن سليمان بن صرد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا. هذا ملخص مجمل لبحثي، وأسأل الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنتم، بارك الله فيكم الباحث الكريم الدكتور نايف بن ناصر المنصور. وفيكم شكرا بارك. ما قدمتم من هذا البحث القيم بعنوان إدارة الأزمات في السنة النبوية، غزوة الأحزاب نموذجا. شكرا جزيلا على هذه المشاركة المتميزة. إذا إن شاء الله في النهاية سنفتح مجالا للأسئلة والاستفسارات بإذن الله تعالى بعد الانتهاء من عرض جميع الأبحاث التي معنا. بذلك ننتقل إلى البحث الثالث، وهو البحث المقدم من الدكتور أحمد محي الدين صالح بعنوان حكم البسملة في سورة الفاتحة في حاشية الإمام التبريزي على الكشاف، دراسة وتحقيق. فليتفضل مشكورا معرفا بنفسه أولا، بارك الله فيه. دكتور أحمد محي الدين. معنا دكتور أحمد؟ أستاذ أحمد، لو حضرتك موجود في القاعة يرجى رفع أداة اليد حتى نعطيك الصلاحية. نعم نعم موجود، نعم تفضل. طيب، نعم أعطيت الصلاحية، تفضل يا أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم الأستاذ المساعد الدكتور أحمد محي الدين صالح، تدريسي في الجامعة العراقية في بغداد في كلية الآداب قسم علوم القرآن تخصص الفقه المقارن. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عمر علي أبو بكر رئيس الجلسة، والدكتور عدنان قلعشي مدير القاعة، ولمنصة أريد على هذا المجهود الكبير وهذا المؤتمر الرائع الذي يجمع فيه يعني العلماء والباحثين الناطقين باللغة العربية من جميع أنحاء العالم، وإتاحة هذه الفرصة للتبادل العلمي والثقافي، فجزاكم الله خيرا. البحث، هل الصلاحية موجودة؟ نعم دكتور تفضل. نعم موجودة دكتور، موجودة. نعم
الصورة واضحة؟ نعم دكتور تفضل. دكتور أحمد انقطعت الصورة من عندك، يا ريت لو ترجع للمشاركة. نعم الآن تظهر، نعم تفضل. نعم دكتور لو تفضلت بس تفتح المايك والصلاحية معك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذرا انقطع النت، أعتذر. البحث المقدم، الصوت واضح؟ ده واضح. البحث المقدم إلى المؤتمر هو دراسة وتحقيق لمخطوطة من مخطوطات علوم التفسير، وهي حاشية الإمام عبد الكريم التبريزي على تفسير الكشاف للإمام الزمخشري، دراسة وتحقيق في الجزء المختص بالكلام على الحكم، حكم البسملة في سورة الفاتحة. في البداية، التعريف بالمخطوطة التي نقوم بدراستها، فنعرف في البداية بالكتاب الأصل الذي هو تفسير الكشاف للإمام الزمخشري، المعروف بتفسير حقائق الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، وهو من أهم وأشهر كتب التفسير التي تمت بالتفسير البلاغي للقرآن الكريم، وهو تفسير كبير ضخم ألفه الإمام محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري الحنفي المعتزلي الملقب بجار الله والمكنى أبو القاسم، وهو من أئمة العلم والدين والتفسير واللغة والآداب، وولد في قرى خوارزم عام 467 للهجرة، واشتهر تفسيره بين العلماء واعتنى به العلماء وكتبوا عليه التعليقات والحواشي لسببين أساسيين. السبب الأول هو إبداع الإمام الزمخشري في تفسيره في عرض جوانب بلاغة القرآن الكريم بما لم يسبق إليه من قبله من المفسرين. والأمر الثاني الذي دعا لكثير من العلماء التعليق على تفسيره هو تبنيه لآراء المعتزلة ومذهب الاعتزال في هذا التفسير، ولذلك رد عليه كثير من المفسرين ممن تبنوا يعني مذهب المتكلمين كالأشاعرة والماتريدية ومذهب أهل الحديث وغيرهم. الإمام التبريزي كتب حاشية على تفسير الكشاف، فكتابنا هو الحاشية، يعني الكتاب المدروس والمحقق هو الحاشية على تفسير الكشاف، لأن تفسير الكشاف محقق ومطبوع. الحاشية، حاشية الإمام التبريزي، هي للإمام عبد الكريم بن عبد الجبار بن إبراهيم بن كرشان التبريزي الذي ولد سنة 757 للهجرة، ولم تذكر في كتب السير وفاته، لكنه كان حيا في عام 831، والتقى به وثبت بعض العلماء لقياهم به في هذا التاريخ، فهو توفي بعد هذا التاريخ، لكن لم يثبت موعد تاريخه بالتحديد. اشتهر الإمام عبد الكريم التبريزي بعلم التفسير، واشتهر أيضا بعنايته بتفسير الكشاف خصوصا، حيث درسه وألقى يعني دروسا في شرحه، وكتب عليه كتابين، كتاب المحاكمات وكتاب الحاشية والشرح الذي بين أيدينا. الكتاب الأول الذي سماه المحاكمات لأن الكتاب الكشاف شرحه الإمام قطب الدين الرازي وعلق عليه، واشتهر شرح قطب الدين الرازي بين العلماء إلى أن جاء الإمام جمال الدين الأقصرائي
فعلق حاشية على شرح التبريز، على شرح الرازي عفوا، على شرح الإمام الرازي، وتعقب على الإمام الرازي في مواضع ونازعه فيها. فجاء الإمام التبريزي وكتب محاكمة، أو كتب كتابا يحاكم فيه بين آراء الإمام الرازي وآراء الإمام الأقصرائي، ويوازن بينهما ويرجح بينهما، سماه كتاب المحاكمات. وبعد أن أنهى كتاب المحاكمات شرع في تأليف حاشية كاملة على شرح الكشاف، وتطرق فيها لضمن فيها كتاب المحاكمات وغيره، ويعني تضمن أغلب الحواشي التي كتبت قبله على شرح الكشاف، لكنه لم يتمه وأكمل فيه إلى نهاية الزهراوين، البقرة وآل عمران. فكتاب حاشية عبد الكريم التبريزي على الكشاف هو شرح وتعليقات وتعقبات على تفسير الكشاف للزمخشري، ضمنها تعليقات قطب الدين الرازي واعتراضات الأقصرائي ومحاكمات التبريزي لهما وأقوال أصحاب الحواشي الأخرى. وهذا يدل على أهمية هذا الكتاب، وأنه من المكملات لتفسير الكشاف، حيث جمع أغلب الحواشي والشروح التي كتبت عليه ولخصها فيه. منهجنا في التحقيق الذي اعتمدناه، قمنا بجمع نسخ المخطوط، وبفضل الله سبحانه وتعالى تيسر جمع 4 نسخ منها. ثم قمنا بنسخ المخطوط وفق قواعد الإملاء الحديثة، وأدخلنا عليه علامات الترقيم، وعند انتهاء النسخ من كل لوح وضعنا رقم اللوح بحسب المخطوطة الأم التي اعتمدناها بين قوسين معقوفين، ووضعنا رموزا للصفحات المخطوط، وقابلنا بين النسخ الأربعة، ويعني أسميناها كما هو معتاد ألف وباء وجيم ودال، وثبتنا الفروقات بين النسخ في الحاشية، وقمنا بتحقيق النص وضبطه وفق قواعد علم التحقيق المعتمدة، بعزو الآيات الكريمة إلى مواضعها في المصحف الشريف، وتخريج الأحاديث النبوية من مصادر السنة الكريمة المعتمدة، والحكم على الأحاديث النبوية من حيث يعني درجة الصحة والضعف على ما كان في غير الصحيحين البخاري ومسلم كما هو معلوم، وعزو الأقوال إلى مصادرها، والتعريف بالأعلام والمدن، والتعريف بالمصطلحات الواردة في النص المحقق. بالنسبة للنسخ المخطوطة ووصفها، قلنا يعني ويسر الله سبحانه وتعالى الحصول على 4 نسخ من المخطوط. النسخة الأولى هي نسخة مكتبتي مراد ملا، التي أطلقنا عليها رمز النسخة ألف، واعتبرناها هي النسخة الأصل، وهي تتكون من 294 لوحا، وهي نسخة كتبت بخط واضح وملون، وكتبت فيها بداية أقوال المصنف الزمخشري، يعني يكتب قبلها قوله بخط أحمر، وكان عدد الأسطر في اللوحة الواحدة 31 سطرا، ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر 14 كلمة، ونوع الخط كان خط النسخ، وتاريخ النسخ كتب في آخرها أنها نسخت في بتاريخ 18 من جماد الآخر عام 825 للهجرة، وكتب في نهايتها اسم الناسخ ونص العبارة التي كتبت، كاتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير محمد بن علي بن محمد بن أحمد الشافعي المصري المعروف بابن الخطيب. أما النسخة الثانية فهي نسخة في مكتبة نور عثمانية، والتي رمزنا لها بالرمز باء، وعدد لوحاتها 320 لوحا، وهي نسخة ملونة، وكتبت أيضا بداية أقوال الزمخشري بقوله باللون الأحمر، وكان عدد الأسطر في كل لوح 31 سطرا، وعدد الكلمات 12 كلمة، وكان تاريخ الفراغ من نسخها في 28 من جماد الآخرة من سنة 825 للهجرة. أما هذه النسخة فلم يكتب عليها من الذي قام بنسخها، ويمكن أن تكون بخط المؤلف أو أحد تلامذته،
ولكن يوجد في هذه النسخة سقط مما يقارب 18 لوحا، فلم نعتمد عليها أن تكون الأصل بسبب هذا النقص الذي فيها. النسخة الثالثة هي نسخة مكتبة آيا صوفيا التي رمزنا لها بالحرف جيم، فقد كانت باللون العادي غير ملونة، وكان عدد لوحاتها 270 لوحا، وعدد الأسطر 31 سطرا، وعدد الكلمات في السطر الواحد 12 كلمة، وقد نسخت في ليلة السبت قبيل الفجر في 23 من ذي الحجة من عام 826 هجرية، وكتب في نهايتها عبارة كاتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير محمد بن علي بن محمد بن أحمد الشافعي المصري المعروف بابن الخطيب، وهو ذاته كاتب النسخة الأولى، لكن هذه النسخة متأخرة في الكتابة بعام عن الأولى. النسخة الرابعة هي نسخة مكتبة عاطف أفندي والتي رمزنا لها برمز دال، فقد كانت نسخة ملونة وتحمل فهارس في بدايتها، وعدد لوحاتها 387 لوحا، وعدد الأسطر 25 سطرا في كل صفحة، وعدد الكلمات 11 كلمة في كل سطر، وقد فرغ من نسخها في 22 من رجب من عام 849 هجرية على يد سليمان بن إسحاق بن إبراهيم الخيري الشافعي. هذه نعرض لكم يعني نماذج من صفحات الصور المخطوطة. هذه نموذج الصفحة الأولى من النسخة ألف التي رمزنا لها بألف، وكتب عليها حاشية كشاف مولانا عبد الكريم، وهذه صورة من نسخة أخرى مثبت عليها الختم والتواريخ، وهذه صورة من النسخة الثالثة أيضا من الصفحة الأولى ومكتوب عليها حاشية الكشاف لمولانا علم الدين عبد الكريم، وهذه هذا النموذج من صفحات المخطوطة للنسخة الثالثة التي هي غير ملونة مصورة بدون تلوين. هذه يعني صفحة من صفحات مخطوطة النسخة الثانية أيضا، ويعني ما زلنا يعني في العمل جاري في تحقيق هذه المخطوطة وإكمالها إن شاء الله تعالى في الجزء الخاص بالحكم عن البسملة الذي يتكلم فيه الإمام التبريزي ويناقش فيه كلام الإمام الزمخشري في الكشاف حول كون البسملة في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة الفاتحة، هل هي تعد آية من سورة الفاتحة أو يعني آية منفصلة ومقدمة لسورة الفاتحة؟ والخلاف في هذه المسألة مشهور ومعلوم بين العلماء، وأدى إلى اختلاف فقهي في حكم تلاوتها في الصلاة، هل يجهر بالبسملة عند القراءة بسورة الفاتحة أو لا يجهر بها؟ هذا الخلاف المعروف بين المذاهب الفقهية. يتناول الإمام الزمخشري المسألة ويعني يرجح فيها قولا أنه أن البسملة هي ليست آية وجزءا من سورة الفاتحة، بل هي مستقلة عن سورة الفاتحة، ويكون يعني الإمام الرازي يناقش الإمام الزمخشري في هذا قطب الدين الرازي، ويعني يشير إلى أن كلام الإمام الزمخشري يحتمل اعتبار البسملة ليست آية من القرآن الكريم، ويرد الإمام التبريزي على الإمام الرازي في هذه النقطة، ويثبت أن يعني قول الزمخشري بعدم قراءة عدم الجهر بالبسملة وأنها ليست من سورة الفاتحة لا يدل على إنكاره، لأنها آية من آيات القرآن الكريم، بل قد يكون يعني كما هو رأي أما الحنفية وهو حنفي المذهب أنها آية مستقلة للفصل بين السور والتبرك بها،
وليست جزءا من سورة من السور، إلا في سورة النمل، عند يعني في وسط سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يتناول هذه المسألة ويناقشها بالتفصيل. وسنكمل بإذن الله تعالى تحقيق هذه المخطوطة بهذا المنهج، ونقدمها يعني إدارة هذا المحفل الكريم وهذا المؤتمر المبارك لطباعتها أو نشرها في الكتاب العلمي لهذا المؤتمر. وشكرا جزيلا لكم، هذا هو بحثنا. أشكر حسن الاستماع وأعتذر عن الإطالة، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسنتم، بارك الله فيكم الباحث الكريم الدكتور أحمد محي الدين صالح. شكرا جزيلا حقيقة على ما قدمتم، لكن عندي فقط سؤال يعني سريع. هذا المخطوط هل طبع قبل ذلك، ولا هذه أول ما يخرج على إلى النور؟ حسب علمنا هذا المخطوط لم يطبع، ونحن تبنيناه في الجامعة العراقية منذ سنتين، يعني البدء بتحقيق هذا المخطوط، ويعني أنا كنت مشاركا ومشرفا، يعني معي الطالب طه شهاب، على تحقيق جزء من هذا المخطوط، وقد تم مناقشة الرسالة يعني قبل مدة يسيرة، ونستكمل تحقيق المتبقي منه إن شاء الله تعالى. هذا ما أقوله حقيقة، يعني لو هناك مجال غير هذا البحث الذي ستقدمه للمنصة إن شاء الله تعالى، لو هناك مجال أن يستكمل الطلاب طلاب الدراسات العليا دراسة هذا المخطوط المهم للغاية، فيه يعني أكثر من 3 نسخ وأكثر من 300 لوحة. يعني أنا رسالتي في الماجستير كلها تقريبا 35 80 لوحة مخطوطة نعم، وصلت بها على درجة الماجستير، فهذه المخطوطة حقيقة قيمة. تم تقسيمه دكتور على طلبة الدراسات العليا، نعم، هذا الذي حقيقة تمنيته. يعني يكتمل المشروع إن شاء الله تعالى قريبا، ويعني بعد أن يتم بإذن الله يطبع الكتاب يعني كاملا إن شاء الله تعالى. لا لا لا، ما شاء الله، نفع الله بكم حقيقة، لا تتساهلوا في هذا الخير، إن شاء الله تنشروا هذا الخير للأمة. بارك الله فيكم، أحسنتم أحسنتم. شكرا جزيلا. إذا ننتقل بعد ذلك إلى الباحثة الكريمة دكتورة فاطمة إمهار، لتقدم لنا ورقتها بعنوان رصد للظواهر الصوتية واللغوية في رواية روح عن الإمام يعقوب الحضرمي 19. فتفضلي، بارك الله فيك، قدمي لنفسك أولا وبعد ذلك قدمي لي الورقة التي معكم مشكورة. بارك الله فيكم أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم أنا الآن أتواصل من الهاتف لأن النت انقطع عندي من الحاسوب، يعني هل أقدم الورقة البحثية عبر الهاتف؟ لا بأس، يعني هل نعم يمكن؟ لا نعم، بأس. إن شاء الله سوف أفعل البحث. فضلا أستاذ، لم أجد البحث في الهاتف، ممكن تنتقل إلى البحث التالي حتى أحضره في الهاتف. طيب، يعني هل هو لازم يعني من أجل الوقت، يعني تستطيعين أن تقدم يعني كما هو الوضع الحالي حاليا حتى لا نعم ندخل؟ ممكن، نعم ممكن.
يعني من أجل الوقت فقط يعني. نعم ممكن، بسم الله. ولا ما رأيكم الدكتور عدنان؟ نعم سعادة البروف عمر، بارك الله فيك. يمكن أن ننتظر الأستاذة فاطمة ونأخذ مداخلة الأستاذة مها لحين جهوز البحث عند الأستاذة فاطمة، فلو تتفضل وأن تقدم الأستاذة مها. إذن ممتاز ممتاز. طيب أخت فاطمة، هل لو أعطيناك فرصة يعني تحضرين البحث يعني خلال نعم دقائق، نعم كم مدة تحتاجين؟ إن شاء الله. فقط لحظة يعني، فقط أنا الآن دخلت من الحاسوب، الحمد لله اشتغل. هل يظهر عندكم؟ طيب نعم تفضلي. إذن يظهر العرض التقديمي. اي نعم نعم يظهر الآن، سيظهر. Recording in progress. خلاص واضح. معكم فاطمة أنهار، حامل الكتاب الله عز وجل. الأخت فاطمة لا نسمعك، الصوت ضعيف جدا، لا نسمع شيئا. معذرة، ننبه على جميع إخواننا الباحثين والباحثات أن يستعدوا استعدادا كاملا قبل الوصول إليهم، كل واحد يستعد تكرما قبل أن نصل إليه ويجهز العرض والورقة والإنترنت وكل شيء تكرما يعني من أجل الوقت. الصوت الأخت فاطمة، الصوت سوف أفعل الصوت من الهاتف وأقدم من الحاسوب، أفضل إن شاء الله. طيب. الصوت الآن جيد، تفضلي. قلت خديجة معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية للرباط، تخصص قراءات قرآنية وطالبة باحثة بجامعة ابن طفيل. الحمد لله الذي يسر القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فهل من مدكر وجملنا وحده بأحرف الوتر فهل من متدبر، والصلاة والسلام على من نزل على قلبه الذكر بأحرفه الوتر كلها شاف كاف، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا موضوع اخترته للبحث فيه وجعلته تحت عنوان رصد للظواهر الصوتية والصرفية واللغوية في رواية روح عن يعقوب الحضرمي، وجعلت لهذا البحث مقدمة ذكرت فيها عنوان البحث ويليه موضوعاته. وقد تناول البحث 4 مطالب، واعتمدت في استخراج ما انفرد فيه الإمام يعقوب الحضرمي على كتاب الجمع والتوجيه لمن فرد به يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري لشريح الإشبيلي في كل من الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية. وهذه الظواهر بينة في القراءات القرآنية، إلا أنها في رواية روح عن الإمام يعقوب الحضرمي أبين، وهو ما سأبينه من خلال المطالب التي سأرصد من خلالها تلكم الظواهر اللغوية واللهجية التي ضمها اللسان العربي وحافظ على أفصحها وأقومها القرآن الكريم بقراءاته المتواترة. وسأوجه هذه الظواهر توجيها لهجيا، والتوجيه اللهجي كما هو معلوم توجيه بعيد عن الدلالة، وقد أوجه بالدلالة أحيانا. وأذكر في الغالب قراءة الإمام يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ولا أقول رواية روح إلا في من فرد به روح عن يعقوب، وهو أمر معلوم عند أهل هذا الفن.
وقد تتبعت الظواهر الصوتية واللغوية في رواية روح عن الإمام يعقوب الحضرمي، وصنفتها إلى 3 ظواهر: ظواهر صوتية وصرفية ونحوية. فوقفت على 5 ظواهر صوتية و12 ظاهرة في الصرف و10 ظواهر في النحو، وسأحاول ذكرها مختصرة معتصرة. وبحثي هذا إنما هو في هذا المجال قطرة من قطر ونغبة من بحر، وإنما المراد الإسهام بقدر ما يتأتى للطالب الباحث ليلج الميدان ويعبر عن إدراكه لفائدة مثل هذه المباحث في إثراء الدرس القرائي وتكامل المعرفة، إذ ما لا يدرك كله لا يترك جله، وكفى من القلادة ما أحاط بعنق. بالنسبة للمطالب، المطلب الأول التعريف بالراوي روح والقارئ يعقوب. المطلب الثاني رصد الظواهر ما يظهر الصوتية. العرض. نعم، لأن الحاسوب لا يظهر العرض. طيب. الآن نعم. تفضلي. ظهر ظهر نعم. المطلب الثاني رصد للظواهر الصوتية في رواية روح عن يعقوب، والثالث رصد للظواهر الصرفية، والرابع رصد للظواهر النحوية في رواية روح عن الإمام يعقوب. المطلب الأول التعريف بالإمام يعقوب والإمام روح. التعريف بالإمام يعقوب: هو يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي أحد القراء العشرة، أخذ القرآن عن خلق منهم سلامه الطويل، وروى القراءة عنه عرضا روح بن عبد المؤمن. قال أبو حاتم الساجستاني: هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحو. وقال أبو القاسم المذلي: كان عالما بالعربية ووجوهها. وكان يعقوب فاضلا تقيا ورعا زاهدا، بلغ من زهده أنه سرق رداؤه عن كتفه وهو في الصلاة، وهو لم يشعر، ورد إليه ولم يشعر لشغله بالصلاة. وسمع أبو حاتم يقول: يعقوب بن إسحاق من أهل بيت العلم بالقرآن والعربية وكلام العرب والرواية الكثيرة والحروف ومذاهب أهل النحو. توفي يعقوب في ذي الحجة سنة 205 للهجرة. ثانيا التعريف بالإمام روح: هو روح بن عبد المؤمن أبو الحسن البصري النحوي، وهو الراوي الثاني عن يعقوب، وهو من جلة أصحابه وفي الغاية مقرئ جليل ثقة ضابط مشهور. توفي روح سنة 235 للهجرة. المطلب الثاني رصد للظواهر الصوتية في رواية روح عن الإمام يعقوب. تبحث الأصوات في العناصر الأولى البسيطة التي تتكون منها اللغة، ويظهر الأثر الصوتي في رواية روح عن يعقوب في الصوائت القصيرة والهمز والإمال والإدغام والإتباع الحركي، وسأقتصر على بعضها لضيق الوقت. أولا الصوائت القصيرة بين الفتح والكسر: قرأ يعقوب ومن وافقه حج البيت بسورة آل عمران بفتح الحاء. والكسر والفتح لغتان، أو الفتح مصدر والاسم والكسر اسم. وقرأ والوتر بفتح الواو، والوتر بالفتح مصدر بمعنى الخلق، والوتر بالكسر اسم مصدر وهو الله. ويعزى الفتح وهو أخف من الكسرة إلى البيئة المتحضرة في الحجاز، ويعزى الكسر إلى تميم وأسد وأهل نجد، وهي قبائل بادية لا تنفر طبائعهم من الخشونة. بين الفتح والضم: قرأ يعقوب ومن وافقه ربوه بالضم، وقرأ ضعفا بضم الضاد، وقرأ قرح منكرا ومعرفا أين جاء بفتح القاف. والقرح بالفتح الجرح وبالضم ألمه، والضم والفتح لغة. أما لهجات القبائل في هذه الظاهرة فإنهم ينسبون الفتح إلى أهل الحجاز، وينسبون الضم إلى أهل البادية من العالية ونجد وتميم وأسد. والفتحة تلائم البيئة الحضرية لما فيها من خفة، بينما تناسب الضمة أهل البادية لثقلها. بين الكسر والضم: قرأ يعقوب ومن وافقه العدوة بكسر العين، والعدوى بكسر العين وضمها لغتان، وهي جانب الوادي، وقيل المكان المرتفع،
وعن اللهجات في هذه الظاهرة، فإنهم ينسبون الكسر إلى أهل الحجاز لأنه أخف، وإذا كان الحجازيون يستعملون الكسر فإن قبائل تميم وقيس وأسد وبكر تذهب إلى الضم، وهي من القبائل التي كانت تسكن وسط شبه الجزيرة وشرقيها، ومعظمها قبائل بادية والضم أنسب لها. ثانيا الهمز، حقق روح الهمز المفرد نحو المؤمنين، البأساء، المأوى، إلا همزة كلمتي ياجوج وماجوج، فإنه أبدل الهمزة ألفا جمعا بين اللغتين. وحقق يعقوب الهمزتين من كلمة نحو أأنذرتهم، قل أأنبئكم، أإنك، والمتفقتين في الحركة ثلاثة أنواع أيضا حققها نحو جاء أحد، والمكسورتان هؤلاء إن، والمضمومتان أولياء أولئك، والمختلفتان أيضا نحو تفيء إلى، وجاء أمه، ونشاء أصبنا، والسماء أو ائتنا، ويشاء إلى. وتجمع كتب العربية على أن تحقيق الهمز من لهجات التميم وقيس وبني أسد ومن جاورها، أي قبائل وسط شبه الجزيرة وشرقيها، والتسهيل لغة أهل الحجاز. هذه القبائل التي كانت تحقق الهمز قبائل كانت تعيش في البادية، أما قبائل التسهيل فهي تلك التي كانت متحضرة في الحجاز، وبخاصة قريش في مكة، والأوس والخزرج في المدينة. ثانيا الفتح والإمالة، انفرد روح بالإمالة في ياء ياسين لفاتحة سورة ياسين، وأمال روح أيضا أعمى الأولى في الإسراء، وكافرين في النمل. والفتح لهجة أهل الحجاز، والإمالة لهجة أهل نجد من تميم وأسد وقيس. يقول عبد الراجحي: يكاد القدماء يتفقون على أن الفتح لهجة أهل الحجاز، وأن الإمالة لهجة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس. وعامة أهل نجد من البدو الذين يجنحون في لغتهم إلى الانسجام الصوتي، ولا شك أن الانسجام الصوتي فيه اقتصاد للجهد العضلي، وهذا الاقتصاد يميل الإنسان إليه من غير تعمد. نقول أيضا أمالها روح، إما لأنها لغة قليلة في الحجاز، أو أنها لغة أهل تميم وأسد وقيس، يعلم أنه غير خارج عن ألفاظ العرب، وذلك جمع بين اللغتين. رابعا الإدغام، الإظهار والإدغام. الإدغام أمر مشترك بين القراء، كل قد شارك فيه ولو بقدر قليل، وقد شارك روح غيره من القراء في الإدغام، فقد أدغم يعقوب من المتقارب من كلمة أو من كلمتين نحو يرتد، وأدغم الثاء في الدال نحو يلهث ذلك، والنون مع الواو في ياسي والقرآن. أما الإدغام الكبير فقد أدغم يعقوب في موضع واحد وهو والصاحب بالجنب، وأظهر ما عدا ذلك مما نص عليه ابن جزري في الدرة وهو الغالب. والإظهار لهجة الحجاز، والشهر عن يعقوب وهو من البصرة، والإدغام لهجة تميم. ننتقل إلى رصد الظواهر الصرفية في رواية روح عن الإمام يعقوب، وسنذكر منها ظاهرتان اختصارا للوقت. أولا بين فعل الثلاثي المضاعف وأفعل الثلاثي المزيد. قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، شدد الثلاثة ينجيكم من نجى المضعف، وقرأ يعقوب وحده من الثلاثة ينجيكم بالتخفيف من أنجى المزيد. هنا وفي كل ما ورد من هذا الفعل كذلك إلا موضعي الزمر والصف، والكل لغات كنزل وأنزل ووصى وأوصى وأمتعه وأمتعه، وبالتخفيف جعله من أنجى ينجي، والمعنى واحد، وأصل الفعل نجى، ثم يثقل للتعدية بالهمز وبالتشديد، فالهمزة فيه كالتشديد في التعدية، وكل واحد يقوم مقام الآخر في التعدي إلى مفعول. واللغتان في القرآن إجماع، فالقراءتان متعادلتان، غير أن التشديد فيه معنى التكرير للفعل على معنى نجاة بعد نجاة. وتكاد رواياتهم تتفق على أنه حين يتحد المثالان فعل وأفعال في المعنى، فإن فعل لهجة لأهل الحجاز، حيث يستعمل تميميون أفعال، ويعزو أبو حيان مثال أفعال إلى تميم وربيعة وقيس، كما ينقل ابن خالويه عن أبي زيد أنها لهجة لبني كلب. وليس هناك فرق بين هذه القبائل، إذ هي من القبائل البادية في وسط شبه الجزيرة وشرقيها، ونحسب أن ذلك يلائم
دائم بيئة البادية حيث تميل إلى السرعة في كلامهم فلا تفرق بين وزن ووزن، بينما تميل البيئة المتحضرة إلى التأني في النطق والتفريق في الاستعمال بين مثال وآخر. ثانيا بين التفعيل والمفاعلة، قوله تعالى: ولا تصاعر خدك للناس، قرأ يعقوب ومن وافقه: ولا تصعر بغير ألف وتشديد العين مضارع صعر، وقرأ الباقون: تصاعر بالألف، ولا تصعر لغة تميم. والاختلاف في البنية يؤدي إلى الاختلاف في المعنى، لكنهم ذكروا فيهما أن التفعيل والمفاعل هنا بمعنى، يعني بمعنى واحد. ويذكر أبو علي أن هناك أفعالا جاءت على وزنين من نحو ضعف وضاعف، وأنه إذا اختلف هذان الوزنان واتفق المعنى فإن المفاعلة هي لهجة الحجاز والتفعيل لهجة بني تميم. ولقد يكون ذلك صحيحا من حيث إن التميميين أكثر ميلا إلى التضعيف على النحو الذي رأيناه في حديثنا عن الإدغام. وإذا كان ذلك صحيحا فإن لهجة بني تميم من هنا تكون أقرب إلى دلالة البنية من لهجة الحجازيين، وذلك أن معنى الآيتين كما نرى لا يذهب إلى المفاعلة بل إلى التكسير. ننتقل مباشرة إلى انتهى وقتك، لكن دقيقة واحدة لأن تختمي تذكر نعم، نتائج. بقي فقط المطلب الثالث وهو الآثار النحوية، سأذكر فيه فقط من التذكير إلى التثبيت. اذهبي إلى النتائج أفضل، لأن الوقت يعني أهم النتائج التي توصلت إليها. يستفاد مما سبق أن اللغة العربية لم تقم على لهجة قريش وحدها، وإنما دلت على الملامح القرائية والاشتراك في السمات اللهجية بين الشرق والغرب أو بين تميم والحجاز. والغالب في رواية روح اللهجة الحجازية إلا أنه من البصرة، فعلى المستوى الصوتي غلب على قراءته الإظهار والفتح كما أتى باللغتين ليعلم أن القارئ غير خارج عن ألفاظ العرب. وعلى المستوى الصرفي الغالب عليها لهجة الحجاز أيضا، يكثر في لهجتهم استعمال الفعل الثلاثي نحو فصله مدخل تقطع السجن يحزن، ووزن فعل نحو ضعف وكبر وربوة. إلا أن رواية روح من قراءة يعقوب لم تكن خالصة تماما للهجة الحجاز، فقد خالطتها بعض اللهجات كلهجة تميم وهذيل وكنانة، سواء على المستوى الصرفي أو الصوتي أو حتى على المستوى النحوي. ونحن أمام ظواهر صيغاتية أستاذة تتمثل في فاطمة، نكتفي القواعد. معذرة من أجل نعم. الوقت، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نشكرك أيضا على أعتذر، لأن نشكر. أعتذر أنا أيضا أستاذ. لا 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 نعم. أبدا، فهم هذا الوضع، ولذلك نكرر لباحثين الكرام أن يستعدوا، كل واحد يستعد قبل المجيء إليه بالإنترنت والشاشة والعرض وكل هذه الأشياء. تأكدوا، بارك الله فيكم. مشكورة الباحثة الكريمة الفاطمة إمهار، شكرا جزيلا على ما قدمت من ورقة بعنوان رصد للظواهر الصوتية واللغوية في رواية روح عن الإمام يعقوب الحضرمي 19. بارك الله فيك على هذه المشاركة القيمة. إذا ننتقل إلى البحث الخامس ضمن هذه البحوث، وهو بعنوان تفضيلات من وإلى المفصل في القرآن الكريم للدكتورة مها حسن الهوساوي. فتفضلي دكتورة مها، قدمي لنفسك أولا وقدمي لورقتك العلمية. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم معك تسمع، أنا بأكد بس من سماع الصوت. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. معكم مها حسن الهوساوي من مكة المكرمة شرفها الله. درست دراسة العمودية في التغذية العلاجية حتى الدكتوراه، إلا أني من 10 سنوات من فضل ربي أدرس في علوم القرآن. هذا ما حمسني للكتابة في هذا البحث الموسوم بتفضيلات من وإلى المفصل في القرآن الكريم. ولكن أشارك الشاشة ونسأل الله العون ما تصلنا إن شاء الله. ولديك صلاحية للعرض. نعم، إن شاء الله. ترجمة
هناك إشكال في العرض؟ لديك إن شاء مشكلة؟ الله. لا لا إن شاء الله لا يوجد إشكال، أحاول بس أنا شاركت ولكن ما لا أعلم لما لم تتم المشاركة، ما ظهر بعد. ما ظهر شيء. نعم ما ظهر. طيب ما العمل؟ ولكن يعني الجلسة التجريبية سجلت ولكن لكن عفوا دكتورة مها، أرجو فتح برنامج الباوربوينت ومن ثم على برنامج الزوم الزر أيوة الأخضر في أسفل الشاشة شير سكرين، ومن ثم اختيار الشاشة أو سطح المكتب. تفضل. طيب طيب وضحت الآن الحمد لله. كما أسلفت وضحت الصورة عفوا أستاذي. نعم واضحة الصورة إذا أليس لم كذلك؟ تظهر بعد دكتورة، لم تظهر. الآن شير. الآن تمام، طيب على بركة الله. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز في أقصر سوره. من خلال هذه الآية نعلم أن القرآن الكريم بعد أن قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني ومن المثاني والقرآن العظيم، أن القرآن يحوي على سورة الفاتحة والسور الباقية في القرآن الكريم. وقد ورد الآية أهدنا الصراط المستقيم، وهي الآية التي نتعبد الله بها في الدعاء في كل صلاة. الصراط أنه هو القرآن، وفي بعض التفاسير أنه الإسلام، فهما وجهان لعملة واحدة، فالمسلم عليه بالقرآن أولا وآخرا حتى يعيش الإسلام. بماذا فضل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع والسبع الطوال في رواية، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل، وهو ما نتكلم عنه اليوم من سور المفصل. أهدافي في البحث أن نعرف بسور المفصل وأهمية السور. وأما المشكلة فإبراز دور سور المفصل في القرآن الكريم من خلال حفظ وفهم الآيات التي تبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس. بداية نتحدث عن موقعها، إذا فصل القرآن إلى 6 أجزاء فالجزء السادس من القرآن هو المكان الذي تقع فيه سور المفصل، وتبدأ من سورة قاف. على أكثر الروايات التي ذكرت أن سورة قاف هي منها تبدأ سور المفصل الذي فصل به الرسول صلى الله عليه وسلم. لو نتأمل كم سورة في سور المفصل نجد أن 65 سورة من المفصل تبدأ من قاف إلى سورة الناس. سور المفصل سميت بهذا الاسم لكثرة البسملة فيها، فهي 65 سورة. الغريب أنها 50 من هذه السور هي مكية، وكما نعلم أن السور المكية تأتي بالإيمان بالبعث وتوحيد الألوهية و الكلام مع الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواجه الكفار فقط في مكة، فكانت السور المكية لها وقع في قصر الآيات وانعدام القصص ووجود القوة في القرع. فلو تأملنا سورة قاف قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاف قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بداية السورة، في وسط السورة نجد أن الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
التحدث عن الملائكة واليوم الآخر ظاهر في السورة، نهاية السورة يقول الله عز وجل: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فورد ذكر القرآن في هذه السورة بقوة، مما يؤكد بداية السور المفصل منها والله أعلم. كما قلنا أن عددها 65 سورة، منها 50 سورة مكية و15 سورة مكية مدنية. أما الفصل الثاني تكلمت فيه عن تقسيمات المفصل، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد عن أئمة التفسير أن المفصل ينقسم إلى طوال المفصل ووسط المفصل وقصار المفصل. تكلمت عن أهمية سور المفصل في اتباع الهدي النبوي، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فاتباعنا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أنه عليه الصلاة والسلام تكلم أو قال أو وجهنا إلى قراءة السور المعوذات والإخلاص في الصباح، في أذكار الصباح والمساء، وهي من قصار المفصل. كذلك أرشد إلى قراءة سورة الكافرون قبل النوم، فهي من ما يقينا من الشرك. فكم هي قليلة هذه السور في آياتها، كم هي كثيرة في وقعها. سورة الإخلاص وما منها من فوائد من توحيد الرب عز وجل. في اتباع السنة النبوية نرى أنه كذلك قرأها في بعض الصلوات. أما الصلوات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أهم سور المفصل كانت سورة قاف، فقد قرأها صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وكان يقرأها في صلاة الظهر، وقرأها وقالت الصحابية: أني لم أحفظ سورة قاف إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها الجمعة. فورد هذا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة قاف من طوال المفصل. كذلك وصى بقراءة تبارك الذي بيده الملك، وهي تعتبر من وسط المفصل. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الظهر يقرأ قاف كما قلنا. كان يقول الصحابي: أن نذهب إلى البقيع ونرجع، ولم يتم الركعة الأولى، فكان يطيل عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر، إلا أن صلاة العصر تكون أقصر بقليل. وصلاة المغرب ورد عنه أنه قرأ بالتين والزيتون وقصار المفصل. كذلك أوصى بأن لا يطيل في صلاة العشاء، وورد عنه أنه قرأ بقصار المفصل في صلاة العشاء. كذلك ورد عنه أنه قرأ بالزلزلة في الركعتين الأولى من صلاة الفجر. هذا بالنسبة لصلاة الفرائض. أما بصلاة صلاة السنن، فقد ورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورتي الكافرون والصمد في سنة الفجر. ورد كذلك أنه قرأها في ركعتي الطواف، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم عمرة قريبة. وكذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ المفصل في العيدين، فقرأ سورة الغاشية. وكذلك في صباح الجمعة، في فجر الجمعة، ورد أنه قرأ السجدة والإنسان، والإنسان تعتبر من قصار من وسط المفصل. نتائجي في هذا البحث أن معرفة المسلم لسور المفصل وأهميتها في يومه وليله، اتباع الهدي النبوي في قراءة سور المفصل، توضيح أقسام وأنواع سور المفصل. في خلاصتي أقول كما بدأت بقول الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون بفضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. في هذا الشأن، صعوبة حياة الإنسان في المرض أو في السفر أو في الضرب في الأرض لكسب الرزق أو في القتال،
لم يستثني أن تقرأ القرآن إما في صلاتك وإما قراءة وتلاوة وتدبرا وعلما. فبهذا ننهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يكثر من قراءة سورة المفصل التي فضل بها، فللسير إلى ما وصل إليه الجيل الأول من الصحابة والتابعين لابد من معرفة وفهم سورة المفصل على طريقتهم الذي يساعد في زيادة الإيمان وثبات اليقين ومعرفة ما عند الله من خيري الدنيا والآخرة. حري بالمسلم حفظ ما تيسر منها واستخدامها في حياته اليومية من صلاة وأذكار ودعاء ووفقا للنهج النبوي المتواتر. شكرا لحسن استماعكم. أحسنت كريمة، شكرا جزيلا للدكتورة مها حسن الهوساوي، بارك الله فيك على هذه المشاركة المتميزة. وطبعا ذكرتي أنك دكتورة في التغذية، صحيح؟ نعم، ولكن قدر الله أني الحمد لله تحولت أفقيا حتى أدرس العلم التفسير. الحمد لله وأنت وصلت الآن إلى أي مرحلة؟ الدكتوراه في التغذية، ولكن في التفسير أقرأ أنا الحمد لله، وأدخل من تخصص آخرها. تخرجت من كلية 4 سنوات في دروس علوم القرآن. اللهم لك الحمد ما شاء الله، أحسنت بهذا أحسنت، الصدد. الحمد لله، نسأل الله جزاكم لك الله. التوفيق والسداد بإذن الله تعالى. جزاكم إذا ننتقل إلى المشاركة القادمة، وهي من الباحثة الدكتورة مزدلفة السر محمد علي، بعنوان الأقوال التي ضعفها ابن عرفة في تفسيره لمخالفتها القراءات القرآنية وقواعد اللغة العربية جمعا ودراسة. فتفضلي قدمي لنفسك أولاً بعد ذلك للبحث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. أنا دكتورة مزدلفة السير محمد علي، دكتورة أستاذ مساعد بجامعة الحدود الشمالية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم الدراسات الإسلامية. إن شاء الله اليوم مشاركتي ستكون بعنوان الأقوال التي ضعفها ابن عرفة المالكي بالنسبة لمخالفة قواعد اللغة العربية القراءات القرآنية. إن شاء الله سأشارك معكم تمام، إذا لديك الشاشة، يعني نعم، ظهرت عندكم الآن. صلاحية المشاركة. بسم الله، لسه ما ظهرت بعد، لم لم تظهر. تظهر؟ أنا عندي واضحة، ما أدري ظهرت عندكم ولا لا؟ لسه دكتورة عفوا، ظهرت لكن حضرتك ما مخلية برنامج الباوربوينت. لا. مسوي مشاركة لكل الشاشة. نعم، اختاري الآن الباوربوينت. تمام. هي بس نعم ترفعين الملف. نعم. يعني سوي ستوب شير ومن ثم اعيد المشاركة مرة أخرى، لكن اختاري الباوربوينت. نعم. أعمل تفضل. مشاركة للباوربوينت فقط. هي تفتح معي الشاشة كاملة. فهمت. يظهر فقط برنامج الزوم. هكذا. نفس الشيء، ما زال نفس الشيء. ما في جديد. أي. دكتورة عفوا، أغلقي، سوي ستوب شير ومن ثم افتحي برنامج الباوربوينت وأعيدي الشير مرة أخرى، شير سكرين، واختاري برنامج الباوربوينت أو العرض التقديمي. تفضل. أنا أختار فقط العرض عندما أفعل شير تظهر لكم جميع أيوة جيد، ظهرت. نعم، تمام، ظهرت الحين. طيب. نعم. ملخص البحث. طبعا يهدف هذا البحث إلى معرفة الأقوال التي ردها الإمام بابن عرفة وحكم عليها بالضعف لمخالفتها القراءات القرآنية وقواعد اللغة العربية في تفسيره الموسوم بتفسير ابن عرفة، مع دراسة هذه الأقوال ومقارنتها بأقوال المفسرين وأهل اللغة. تم استخدام المنهج الوصفي في مدخله الاستنباطي، وجاء هذا البحث في مقدمة
وثلاث مباحث وثلاثة مباحث وخاتمة. المقدمة عالجت أهمية البحث، أهدافه وسبب اختياره وحدوده والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع والمنهج والخطة. المبحث الأول كان التعريف الإمام ابن عرفة، أما المبحث الثاني تضمن الأقوال التي ضعفها ابن عرفة لمخالفتها القراءات القرآنية، فيما خصص المبحث الثالث للأقوال التي ضعفها ابن عرفة لمخالفته قواعد اللغة العربية. ختم البحث بخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات، إن شاء الله سأقولها في نهاية البحث. طبعا المقدمة هذه يعني تكلمت فيها عن مكانة القرآن وحوجتنا للقرآن الكريم وإلى الرجوع إلى القرآن الكريم، وبأنه هو يعني نحن في أشد الحوجة وما زلنا في أشد الحوجة إلى قيام الساعة. ثم بعدها تكلمت عن أن بعض المفسرين يعني قد وقعوا في بعض الزلل والخطأ وخالفوا منهج التفسير الصحيح، ولا شك أن بعض من كتب التفسير وقعت فيها بعض الأقوال الضعيفة والشاذة، فقلت كان واجب على من يفسر القرآن أن يتبع هذه الأقوال ويوضح مواطن الضعف فيها. من بين العلماء الذين عنوا بهذا الشأن الإمام ابن عرفة المالكي، فيعد تفسيره من أجل التفاسير وأنفسها، حظي بدراسات عديدة، وكان من نهج الإمام ابن عرفة في تفسيره تتبع تلك الأقوال الضعيفة والرد عليها، فكان يبين الضعف والشذوذ ويرجح الأقوال الصحيحة. وطبعا الإمام ابن عرفة ما تولى كتابة تفسيره بنفسه، لكن طلبته هم من دون هذا التفسير يعني المتضمن لخلاصة الدروس القيمة التي كان يلغيها، حتى صارت تلك الإملاءات تفسيرا ينسب إليه. وطبعا أهداف البحث ارتباط الوثيق بالقرآن الكريم، القيمة العلمية لتفسير الإمام ابن عرفة، بيان جهود العلماء جهود الإمام ابن عرفة في التفسير، وحاجة المجتمع لمثل هذه البحوث التي تهتم بمعرفة الأقوال التفسيرية ومعرفة أحوال المفسرين. الأهداف طبعا التعرف على ابن عرفة المالكي وتفسيره، معرفة الأقوال التي ضعفها ابن عرفة بسبب مخالفة القراءات القرآنية، ومعرفة الأقوال التي ضعفها ابن عرفة بسبب مخالفة اللغة العربية إن كان نحو أو بلاغة. أسباب اختيار الموضوع طبعا الوقوف على الأقوال التي ضعفها الإمام ابن عرفة، وبحيث أنها هي يعني شغلت حيز كبير في تفسيره. الحاجة الماسة لمثل هذه المواضيع المهمة التي يحتاج إليها الناس اليوم الرغبة في إثراء المكتبة العلمية بالكتابة في هذا الموضوع. حدود هذا البحث يحدد هذا البحث في كونه يعرض أهم الأقوال التي ضعفها الشيخ ابن عرفة في تفسيره لمخالفة القراءات القرآنية وقواعد اللغة العربية فيما اشتمل عليها متن تفسيره الموسوم بتفسير ابن عرفة ومناقشة تلك الأقوال. طبعا في دراسات كثيرة جدا تكلمت عن ابن عرفة، يعني منها مثلا آراء ابن عرفة المالكي الأصولية من خلال تفسيره جمعا ودراسة، هي رسالة ماجستير تفسير ابن عرفة برواية البسيلي، هذا تلميذه يعني، دراسة وتحقيق لصورة الأعراف، هي رسالة ماجستير كذلك. التفسير بين البيضاوي وابن عرفة، رسالة دكتوراه في المعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة. اختيارات الإمام ابن عرفة في تفسير، طبعا الاختيارات كثيرة، يعني كان الباحثين يأخذون مثلا من بداية الجزء الثامن إلى كذا، من بداية الجزء الأول إلى كذا، وهكذا يأخذون الاختيارات. ابن عرفة والمذهب المالكي خلال القرن الثامن، والتفسير والتأويل في تفسير ابن عرفة لسورة الأنعام، ومثلا منهج ابن عرفة للاستشهاد بالشاطبية، ترجيحات الإمام ابن عرفة، وعلم القراءات القرآنية عند الإمام ابن عرفة التونسي. المنهج طبعا جمع الآيات القرآنية ذات العلاقة بموضوع البحث، مع عزو الآيات إلى سورها وذكر السورة ورقم الآية، متابعة أقوال العلماء، واعتماد الطريقة الاستنباطية، الاعتماد على الآيات التي ذكر ابن عرفة أن فيها ضعفا، وتوزيع هذه الآيات على فصول البحث ومباحثه ومطالبه، وضع عناوين مناسبة للمباحث والمطالب، وتوثيق الآيات القرآنية المذكورة بذكر السورة ورقم السورة في المتن. طبعا هذا حتى لا يكون البحث ثقيل وتجنبا للحواشي. الاستدلال بأقوال العلماء والمفسرين مع التوثيق وبيان المعاني اللي هي مصطلحات البحث بالرجوع إلى المصادر الأساسية وعمل الفهارس للمصادر والمراجع. الخطة تقسم البحث كما قلت في البداية إلى ثلاثة، اللي هو التعريف الإمام، المبحث الأول التعريف الإمام ابن عرفة، اسمه ونسبه ومولده وطلبه للعلم مؤلفاته وفاته هكذا. المبحث الثاني الأقوال التي ضعفها لمخالفتها القراءات القرآنية، والثالث الأقوال التي ضعفها ابن عرفة لمخالفتها قواعد اللغة العربية. ثم ختم البحث بخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات، وأتبع البحث بقائمة للمصادر والمراجع. هذا طبعا في البداية تكلمت عن اسمه ونسبه وطلبه للعلم ومؤلفاته ووفاته،
ثم سأتناول نموذج واحد يعني من الأقوال التي ضعفها لمخالفتها للقراءات القرآنية. مثلا كان الإمام ابن عرفة يستعمل عبارات وصيغ متنوعة ومتفاوتة عند الحكم على الأقوال التي كان يضعفها، كوصفه مثلا للقول بأنه بالضعف أو البطلان أو البعد أو الغرابة. هذه كلها عبارات كان يستخدمها للتضعيف، وكما كان يصف الأقوال في بعض الأحيان بقوله وهذا القول بعيد جدا، أو وهذا القول مردود، أو وهذا القول مخالف. وكان كذلك يضعف الأقوال بعبارات وهذا خطأ أو غلط أو وهم. هذه العبارات التي كان يستخدمها للتضعيف، مثلا عند قوله تعالى، عفوا، مثلا عند قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، قال يقول ابن عطية قراءة الجمهور وقالوا بالواو، أما ابن عامر فقد أسقطها، إما لأن هذه الجملة في معنى ما قبلها أو مستأنفة. ورده ابن عرفة بقوله هذا بعيد، لأنها مقالة واحدة وأمر واحد، إلا أن يكون التعدد باعتبار اختلاف الحالات واختلاف الأشخاص. فنراه هنا مثلا استخدم كلمة بعيد لتضعيف رأي ابن عطية، مع أن الرأي الذي أورده ابن عطية هو نفسه الذي يعني أورده جملة من العلماء، مثلا في كتاب الحجة في القراءات في قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، قال يعني صاحب الحجة وقرأ ابن عامر بغير واو، والحجة له أنه استأنف القول مخبرا به ولم يعطفه على ما قبله، وقرأ الباقون بالواو، والحجة لهم أنهم عطفوا جملة على جملة وأتوا بالكلام متصلا بعضه بعض، وكل من كلام العرب. مثال ثاني للأقوال التي ضعفها لمخالفتها قواعد اللغة العربية، مثلا عند تفسيره قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق في سورة الحج 62، رد ابن عرفة قول الزمخشري وضعفه وقال جعل الزمخشري الباء للسبب، أي ذلك سبب أن الله الحق الفاعل لذلك كله. ثم يقول واللفظ عندي أن في الآية حذفا، والتقدير ذلك دليل واضح، والباء للإلصاق، أي هذا دليل على أن الله حق وأنه يحيي الموتى، وهذا عكس ما قاله الزمخشري لأنه جعل وجود الله سببا في هذه، ونحن نقول هذه الأمور دلائل على وجوب وجود الله ووحدانيته وقدرته على إحياء الموتى. إذن أخذت أمثلة كثيرة جدا، نماذج كثيرة جدا من الأقوال التي ضعفها لمخالفتها للقراءات القرآنية، وكذلك أمثلة كثيرة لمخالفتها لقواعد اللغة العربية. في الخاتمة اعتمد ابن عرفة في تفسيره على عدد كثير من تفاسير كثيرة، وكان تفسيره عبارة عن إملاءات كما ذكرت، وأغلب الأقوال التي ضعفها ابن عرفة ظهرت في البحث والتتبع أنها ضعيفة كما قال. يعني عندما تتبعت الأقوال التي يعني ضعفها هي فعلا كانت ضعيفة الأغلب يعني، وجمع ابن عرفة في تفسيره بين المقول والمعقول، واهتم باللغة العربية فظهرت عنايته الخاصة بالتعبيرات القرآنية، وكان منهجه في رد القراءات القرآنية والقواعد اللغوية هو التحليل، يعني كان يحلل التحليل وحث التعليل، كانت لديه قدرة إقناعية مستمدة من تمكنه من العلم والمعرفة. أما أهم التوصيات إجراء دراسة في بيان أثر القراءات عند ابن عرفة وموازنتها مع أئمة هذا العلم، كتابة موضوعات مشابهة تعنى بدراسة الأقوال التي ضعفها علماء التفسير، يعني مثلا نأخذ أي مفسر آخر ونرى الأقوال التي ضعفها، الأقوال التي ردها، الأقوال وهل هي صحيحة فعلا أم لا من خلال كتبهم أو كتب التفاسير، دراسة أساليب علماء التفسير في النقد والتوجيه والرد والتضعيف، ثم كانت المصادر والمراجع في نهاية البحث. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم. عفوا أنا ما أسمع الصوت، ما الصوت لا يظهر لدي. أحسنت الباحثة الكريمة الدكتورة مزدلفة السر محمد علي، شكرا جزيلا حقيقة على بحثك المتميز حقيقة. الأقوال التي ضعفها ابن عرفة في تفسيره لمخالفتها القراءات القرآنية واللغة العربية جمعا ودراسة، يعني حقيقة بحث أصيل. أنا أشكرك حقيقة على هذا الجهد، بارك الله فيك. ننتقل إذن بعد ذلك إلى لو بس تشيل المشاركة تكرما. ننتقل إلى البحث القادم وهو بعنوان فلسفة فتح الذرائع وتطبيقاتها في العقيدة الإسلامية.
وهو بحث مشارك فيه، اشترك فيه الباحثان الأستاذ الدكتور إياد أحمد إبراهيم والدكتور محمد خالد الحسن. فمن الذي سيقدم للبحث؟ هل الدكتور السلام محمد؟ عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قدم. دكتور محمد الحسن. طيب أحسنت دكتور محمد، قدم لنفسك أولا وقدم لبحثك ثانيا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الأعزاء، بركاته. بارك الله فيكم وجهودكم على آمين. ما قدمتموه وتقدموه للأمة الإسلامية والعالم أجمع، وأخص بالشكر مدير الجلسة الأستاذ عمر، ومدير القاعة الأستاذ عدنان، والقائمين الآخرين جزاهم الله كل خير. بارك الله فيكم. بحثنا اليوم هو حاجة حقيقية للعالم الإسلامي بسبب انفتاحنا على العالم، والسبب الآخر هو بسبب وجود ضعف وهمي لنا أمام الآخرين، فهو كان بعنوان فلسفة فتح الذرائع وتطبيقاتها في العقيدة الإسلامية، بحث فلسفي أصولي عقدي. هذا البحث سيد الكريم يتحدث، يعني جعلته في مقدمة تبدأ بتوحيد العبودية لله تعالى، وأن الإنسان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالخضوع والتأليه للخالق سبحانه وتعالى، ويبنى ذلك على السمع والطاعة لمتطلبات التوحيد، سواء كان فردا و يعني أي فردا ومجموعة. لكن هذا البحث نعم، فيبنى على أن هذا التوحيد يبنى على السمع والطاعة لمتطلبات التوحيد من كل فرد صاحب أهلية وعقلية، بحسب الزمان والمكان. وقد اتفق أهل العقل والفهم على المحافظة على الكليات التي جاءت بها الإنسانية، وهي الكليات الخمسة التي تشمل حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وتعتبر هذه ضروريات ينبغي على المكلف عدم التفريط فيها بأي وجه من الوجوه. فإذا أوذي الإنسان بسبب دينه وانتمائه إلى عقيدة التوحيد، ولم يحل له ترك ذلك الإيمان التوحيدي أو التخلي عنه، كان لابد من وجود طرق تكفل حماية الفرد ومعتقده. وهذا ما أطلق عليه أهل العلم والمعرفة بفتح الذرائع، وهو حقيقة بحث شيق. بالأصل عندنا هو سد الذرائع، لكن الآن بفتح الذراع هذا ساعد الإنسان في المحافظة على دينه وحياته من أن تنسق، فيكون الفرد في حل من العقوبة التي تنتظره إذا كان على يعني شفا من تغيير عقيدته ليظهر خلاف ما يبطن. فإذا اضطر العبد إلى إظهار ما لا يعتقده حفاظا على عقيدته وحياته، فالضرورة تلجئه إلى ذلك من باب قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا استثناء له من هذا الأمر. وقد جعلت البحث في موضعين، يعني في مبحثين، وكل مبحث له مطلبين. المطلب الأول أدلة فتح الذرائع، والمطلب الثاني في الحكمة من فتح الذرائع. وأما المبحث الثاني فكان في الضوابط الشرعية لفتح الذرائع في العقيدة وحدودها وقواعدها، وله أيضا مطلبان. المطلب الأول الضوابط الشرعية لفتح الذرائع، والمطلب الثاني حدود وقواعد فتح الذرائع، ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. في فتح الذرائع هذا المبحث الأول جعلت فيه التمهيد بأن الغاية المحمودة في مآلها يلزم أن تكون وسائل موصلة إليها مما ترتضيه العقول السليمة، فإنه ليس كل غاية تتشوف إليها النفس تحقيقا تمنح المبررات لركوب ما نشاء من الوسائل دون النظر في عواقبها ومشروعيتها. وبالمقابل فإن لكل قاعدة استثناء، كما أنه ليس كافة الغايات تبرر الوسائل، كذلك ليست كافة الوسائل منهي عنها يمنع التعامل بها وصول إلى أسمى الغايات والمطالب. وعلى ذلك جعلت الكليات الخمس التي اجتمعت عليها البشرية ميزانا في الوسائل والغايات، فتكون قاعدة الغاية تبرر الوسيلة
ليست على إطلاقه عملا أو منعا، فهناك غايات تبرر الوسائل، وبالمقابل هناك غايات لا تبررها الوسائل، وميزان ذلك هو تحقيق المصالح ودفع المفاسد. وعليه يمكن تعريف فتح الذرائع بمعنى عام بأنه تيسير السبل إلى مصالح البشر، وأيضا عرف بمعنى خاص بأنه إباحة ارتكاب المحرم إن كان تركه يؤدي إلى ضرر أعظم، ويعرف بأنه هو إباحة الممنوع إذا ترتبت عليه إباحته مصلحة. ويؤخذ على هذا التعريف أنه أطلق لفظ مصلحة دون بيان درجتها وقوتها مقارنة مع المفسدة المترتبة على المحرم. لذلك يمكن أن أخلص بتعريف جامع مستخلص من هذين التعريفين. والله تعلم أنا الله أعلم أنا أقول بأنه عبادة، أن فتح الذرائع هو عبادة يبيح الأمر الممنوع إذا أدى إلى مصلحة راجحة على مفسدته، وهذا ضبطا لمسألة إباحة المحرم أو المكروه، وهو أن تغلب المصلحة في ارتكابه على المفسدة. من أدلة فتح الذرائع قال تعالى: وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقوله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويقول سبحانه وتعالى: إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، إلى آخر ما هناك من الآيات الكريمة. ثم بعد ذلك جئت إلى السنة النبوية التي تبين قصة أصحاب الأخدود وتسلط المشركين على ياسر وسمية وعلى عمار رضي الله عنهم أجمعين، وكيف عمار تخلص من تسلط وظلم المشركين إلى أن نجا بدينه وجسده، وهذا مطلب أيضا شرعي. قال أيضا في الحديث الآخر عن النبي عليه الصلاة والسلام: من لكعب بن الأشرف، وقد آذى النبي عليه الصلاة والسلام وآذى الله إيذاء عظيما. فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، لأنه آذى الله وآذى دين الله في أرض الله. فقال محمد بن مسلمة: إذن إذن لي فلأقل، أي أقل في حقك ما لا يحق لنا أن نقوله، فأذن له حتى أمكن الله محمد بن مسلمة من هذا عدو الله. وهذا دليل على أن فتح الذرائع تباح لمصلحة أعظم. ما هي الحكمة من فتح هذه الذريعة لحفاظا على العقيدة الإسلامية التي هي أصل في الإسلام أو هي أس الإسلام؟ أن الشريعة الإسلامية الموافق للعقل والفطرة تقتضي العمل بخير الخيرين واجتناب شر الشرين إن لم يكن تحقيق كلا الخيرين أو دفع كلا الشرين، وهذا عين الفقه. وما يحيد عن ذلك في الغالب إلا جاهل بالصالح والأصلح والفاسد والأفسد، فإن الطباع مجبولة على ذلك بحيث لا يخرج عنه إلا جاهل غلبت عليه الشقاوة أو أحمق زادت عليه الغباوة، وهذا كلام العلماء. واعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركود في طبائع العباد نظرا لهم من رب الأرباب، لا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح أو شقي متجاهل لا ينظر إلى ما بين مرتبتين من التفاوت. الضوابط الشرعية لفتح الذرائع في العقيدة الإسلامية: أولا، أنها تستند لابد أن تستند إلى أصل شرعي صحيح، بحيث لا يصبح فتح الذرائع وسيلة لانتهاك العقيدة وتجاوز الحدود وصولا إلى التميع أو التشدد. ثانيا، أن يكون فتح الذرائع في اللفظ والجوارح إن دعت الحاجة إلى ذلك دون القلب، أن تكون الغاية من فتح الذريعة للعقيدة محمودة شرعا وأن لها أصلا في الشريعة الإسلامية، وإلا كان ذلك من التلاعب في العقيدة مما يؤدي بصاحبها إلى الردة والعياذ بالله. الأمر الرابع من الضوابط الشرعية لفتح الذرائع أن يكون الالتجاء إلى المخالف العقدي ضرورة شرعية ألجأت صاحبها بما يغلب على الظن زهوق النفس إن لم يقم بها. خامسا، أن يكون في المخالفة مصالح راجحة على المفاسد تخدم النفس وتخدم العقيدة بما يغلب على الظن تحقيقها. وسادسا، أن تكون وسيلة تساهم في حماية العقيدة وتدافع عنها وإن كان ظاهرا المعارضة لها وموافقة المخالف لها. سابعا، أن يتعذر الصمود في الظاهر للعقيدة مما يضطره إلى المخالفة. ثامنا، أن لا يمكن الوصول إلى تحقيق الغاية والحفاظ على العقيدة إلا عن طريق تلك الوسيلة، وأن تكون الوسيلة لا تخالف العقيدة قدر المستطاع إذ الضرورة تقدر بقدرها. من القواعد التي تساند فتح الذرائع بعد الآيات القرآنية والسنة النبوية
هناك قواعد فقهية تساهم أيضا في المحافظة على العقيدة الإسلامية، منها الضرورات تبيح المحظورات، فهي شاملة في العقائد والعبادات والأخلاق والعادات. ثانيا أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، وثالثا أن المشقة تجلب التيسير، والضرورة تقدر بقدرها، وكلها قواعد اعتمدها أهل الإسلام في دراساتهم وفي نتائجهم. النتائج لهذه الدراسة التي توصلنا إليها باختصار أنه يعتبر لفتح الذرائع مساهمات واضحة ومهمة في حفظ العقيدة والتزام منتسبيها بها. ثانيا أنها ساعدت في العقيدة هذه فتح الذرائع الكثير ممن ابتلوا في عقيدتهم على الثبات القلبي. ثالثا أن يعتمد أو يعتمد فتح الذرائع اعتمادا كليا في العقيدة على الكتاب والسنة والقواعد الفقهية، والأدلة متوافرة على استخدامها صيانة للمرء في دينه وعدم العبث والتقلب العقدي. رابعا فتح الذرائع يستسيغها العقل والفكر وتتواءم مع المنطق المجتمعي الذي يعج بأنواع التوجهات ومختلف العقائد والديانات. إن حدود فتح الذرائع في العقيدة تنطبق على أعمال الجوارح الظاهرة دون القلب وعمله. وأوصي إخواني الباحثين والقائمين على العمل الدعوي التأصل بأصول الدعوة الصحيحة، وأن يلينوا بأيدي المدعوين، والعمل الجاد على نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المطابقة للمنهج بأبسط الطرق وأخصر العبارات، مع التشجيع والرعاية الدائمة للمدعوين، وعدم تركهم لمصيرهم وأفكارهم القاصرة وتوجهاتهم المنحرفة، والعمل على إحياء الفطرة السليمة التي بداخلهم بكافة الوسائل المتاحة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والشكر موصول لجميع القائمين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنتم 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 أستاذ بارك الله فيك. محمد خالد حسن على هذا العرض القيم والشيق حقيقة لهذا الموضوع الحيوي، وشكرا شكرا على ما قدمتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. جميعا بارك الله فيك. إذا نذكر المشاركين والحاضرين بأننا سنفتح مجال للاستفسارات والأسئلة إن شاء الله تعالى في آخر 30 دقيقة الأخيرة من هذه الجلسة بإذن الله تعالى. فكل من له أي سؤال أو استفسار في أي ورقة من هذه الأوراق المقدمة يجهز إن شاء الله أسئلته وسيجيب عنها الباحث. ننتقل بعد ذلك إلى البحث الثامن، وهو بعنوان سياسة اللغة وتأثير الثقافة الإسلامية في إندونيسيا، مساءلة المفردات الإندونيسية في ضوء العربية أو الفارسية، للباحثة موعظة النساء. فتفضلي بارك الله فيك، قدمي لنفسك أولا ثم للبحث الذي شاركت به في هذا المحفل. الباحثة موعظة النساء. هل تسمعنا الباحثة؟ سعادة البروف، أظن أنه صار في خلل تقني عند الدكتورة موعظة النساء، فحبذا لو نأخذ المشاركة الأخيرة، ومن ثم إذا عادت الدكتورة نعاود معها إن شاء الله. إذن هذا أحسن. طيب. إذن ننتقل إلى البحث الأخير، وهو مقدم من الدكتورة خديجة المختاري بعنوان دور تحقيق المخطوطات وأثارها في تطوير علوم العربية، حاشية على مختصر المعاني لمحمد بن منصور الشفشواني نموذجا. فتفضلي بارك الله فيك، معك ربع ساعة، قدمي لنفسك السلام أول عليكم. البحث. نعم تفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم خديجة المختاري، طالبة باحثة بسلك الدكتوراه تخصص تحقيق المخطوطات بجامعة شعيب الدكالي مدينة الجديدة بالمملكة المغربية. أهلا أهلا، مرحبا. بداية تحية طيبة للجميع، أتقدم بخالص الشكر والامتنان والتقدير لرؤساء مؤتمرات هذا المحفل العلمي المتميز على جهودهم الكبيرة والمتواصلة لإنجاحه، كما أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى أعضاء منصة أريد العلمية كل واحد باسمه الكريم، كما أشكركم جزيل الشكر على منح هذه الفرصة للمشاركة مع الباحثين من مختلف البلدان في هذه الجلسة العلمية المتميزة. بسم الله، إذن سأقدم البحث. عنوان مداخلتي موسوم بدور تحقيق المخطوطات وآثارها في تطوير علوم العربية، حاشية على مختصر المعاني لمحمد بن منصور الشفشاوني نموذجا. سعينا في هذه الدراسة إلى إبراز دور تحقيق المخطوطات في تطوير علوم العربية، خاصة علمي النحو والبلاغة، وقد تحقق لنا ذلك من خلال دراسة بعض الكتب التراثية المحققة كشرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري، ومختصر المعاني لسعد الدين التفتزاني، وحاشية على مختصر المعاني لمحمد بن منصور الشفشاوني، وقد اتخذتها نموذجا لهذه الدراسة. تحقيق هذه الكتب التراثية وغيرها من المخطوطات وتسهيل وصولها لأيدي الباحثين والقراء من الخدمات النبيلة التي يقدمها الباحث في مختلف العلوم، ومن ضمنها علوم العربية، كما ساهم تحقيقها في الحفاظ على التراث العربي والإسلامي وإبقاء الدرس اللغوي والنحوي والدرس البلاغي حيا عبر القرون حتى يومنا هذا. كما يفتح تحقيق هذه المخطوطات آفاقا واسعة للباحثين للدراسة والبحث، ويؤدي إلى التفوق العربي وإبداع القضايا العلمية التي تنبه لها العلماء في معظم التخصصات، فأنشأوا على منوالها نظريات وأبحاث علمية عديدة. المقصود بالتخصصات يعني في اللسانيات، في أصول الفقه، إلى غير ذلك من التخصصات، وفي الآداب أيضا. بالنسبة لإشكالية الدراسة، فهي تتمحور حول دور أهمية تحقيق المخطوطات، دور تحقيق المخطوطات في تطوير علمي البلاغة والنحو، وهي تسعى للإجابة عن أسئلة جوهرية حول هذا الموضوع. وتنطلق هذه الدراسة من تساؤلات نسعى لتقديم إجابات شاملة عنها، من بينها: ما الهدف من تحقيق المخطوطات؟ وما دور تحقيق المخطوطات في تطوير علوم العربية؟ ومن طبيعة الحال أخص بالذكر علمي البلاغة والنحو. أهداف البحث: الهدف من هذه الدراسة هو التعريف بمفاهيم أو بمفهومي التحقيق وأيضا مفهوم المخطوط، إبراز دور تحقيق المخطوطات في تطوير علمي النحو والبلاغة. أهمية البحث: تتضح أهمية الموضوع من أهمية الكتب التراثية المحققة التي عملنا على قراءتها ودراستها لنبين دورها الكبير في تطوير علوم العربية، وسنبين كيف أسهمت في إنشاء دراسات علمية في هذا المجال ترتقي بأسس وقواعد اللغة العربية. وللوصول إلى استنتاج سليم، عملنا على قراءة وفحص عينة من الكتب المخطوطة النفيسة والمشهورة في علمي البلاغة والنحو، وسنقدمها كنموذج أفاد الباحثين والعلماء وما زال أثرها جاريا إلى يومنا هذا. ويمكن للباحثين في علوم العربية أن يطلعوا على كتب مخطوطة أخرى حققت ليستنتجوا كيف أسهمت التحقيقات العلمية في تطوير علوم العربية على أيدي علماء أفداد. بالنسبة للدراسات السابقة، فأثناء بحثنا في مختلف المصادر والمراجع لم نعثر على أي دراسة تختص بمجال دور تحقيق المخطوطات في تطوير علمي البلاغة والنحو، بينما توجد مقالات تتناول أهمية تحقيق كتب التراث ومساهمته في إغناء التاريخ الحضاري العربي.
بالنسبة لهذه الدراسة فقد تناولنا هذا الموضوع وجاءت خطتها على النحو الآتي: أولا المقدمة، تناولنا فيها كل العناصر الخاصة بالمقدمة، ثم بالنسبة للمبحث الأول عرفنا فيه ببعض مصطلحات مجال تحقيق المخطوطات، في المبحث الثاني تحدثنا عن أهمية تحقيق المخطوطات، والمبحث الثالث أبرزنا فيه دور تحقيق المخطوطات في تطوير علمي البلاغة والنحو، وفي النهاية توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المهمة. بداية سأعرف ببعض مصطلحات مجال تحقيق المخطوطات لأنها مهمة جدا في أي بحث في مجال تحقيق المخطوطات. بداية لدينا مسألتان هما: ما معنى مخطوط وما معنى تحقيق؟ المخطوط أو كلمة مخطوط، نقول مخطوط أو مخطوطة، كلاهما صحيح. كلمة مخطوط كلمة محدثة وجدت بعد ظهور الطباعة، حيث لا نجد لها أثرا في كلام الأقدمين، فالمستقرئ لدواوين الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى العصور الأخيرة لن يجد أثرا لكلمة مخطوط كما تخلو معاجم العربية منها باستثناء أساس البلاغة للزمخشري ولسان العرب للمنظور. المخطوطات هي مصنفات كتبت بخط اليد، من طبيعة الحال ليس كل ما كتب بخط اليد هو مخطوط، لأن هناك كتابات على القبور، كتابات على الجدران، وكتابات على الأحجار إلى غير ذلك. إذن فالمخطوطات ما هي؟ هي مصنفات وضع فيها العلماء خلاصة أفكارهم، فشكلت جسرا يربط الماضي الجميل بالحاضر المتقدم، وأيضا شكلت تراثا ضخما يقدر بملايين المخطوطات تقريبا، كما ذكر الشيخ المحقق محي الدين من خلال كتابه تحقيق النصوص ونشرها، تقريبا هناك 250 مليون مخطوط، وهذا فقط في نظري رقم تقريبي، لأن هناك بعض المخطوطات التي سرقت أو حرقت أو التي لا زالت محفوظة في بعض الخزائن الخاصة. وللإشارة، فأغلب هذه المخطوطات العربية تملكها الشعوب غير العربية، فبالمكتبات البريطانية مثلا يوجد تقريبا 15 ألف مخطوط عربي، بألمانيا أيضا 6000 مخطوط عربي، وبهذه المكتبات الألمانية توجد نسخة نفيسة لصحيح البخاري، وأيضا نسخة نفيسة لديوان أبي العلاء المعري. بالهند أيضا وتركيا وإيران توجد مخطوطات عربية كثيرة وعديدة، وتملك يعني رصيد كبير من هذه المخطوطات. في هذا الإطار سئل أحد المفهرسين الأتراك عن سر وجود كل هذه المخطوطات العربية في تركيا، فأجاب بحد السيف، بمعنى أن أغلب المخطوطات العربية تم السطو عليها خلال الحروب إلى غير ذلك. إذن فالدول الغير العربية احتضنت هذا التراث العربي وقامت بترميمه وتسفيره وتحقيقه ودراسته، ومن طبيعة الحال استفادت منه في نهضتها العلمية، وهذا موضوع آخر لا يمكننا الخوض فيه الآن. إذن فالتحقيق في معناه هو إخراج النص المخطوط مطبوعا كما أراده مؤلفه، مع خدمته خدمة علمية، خدمة تتناسب هذا الإخراج. وكما قال الشيخ المحقق عبد السلام هارون، أن التحقيق بصفة عامة يقوم على ركنين أساسيين، هما الركن الأول تحرير النص، وثانيا في الركن الثاني هو خدمة النص، وكل ركن من هذ الركنين يقوم على مجموعة من القواعد العلمية الدقيقة التي نعتمدها في بحوثنا وفي تحقيقنا للمخطوطات. إذا سأتطرق لدور تحقيق المخطوطات في تطوير علوم العربية. تحقيق كتب التراث يفتح للدارسين والعلماء المجال للبحث في القضايا الفكرية والنقدية والعلمية والأدبية التي اشتملت عليها هذه الكتب، ولعل هذا ما دفعنا لقراءة ودراسة بعض كتب التراث المحققة لنبين قيمتها العلمية ودورها في إثراء الدرس العربي وتطويره. في هذا المبحث من طبيعة الحال تناولت كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري، وكتاب مختصر المعاني لسعد الدين التفتزاني،
الثاني، وبينت كيف أن كيف أن هذين الكتابين اشتملا على مباحث وقضايا علمية مهمة تناولها العلماء والدارسون والباحثون بالبحث والدراسة والتحليل منذ تحقيقها إلى يومنا هذا. وسأعطي مثالا فقط بالكتاب الثالث، وهو حاشية على مختصر المعاني لمحمد بن منصور الشفشاوني. محمد بن منصور الشفشاوني هو عالم مغربي، كان عالما فقيها متخصصا في القرآن وفي التفسير والفقه والعلوم العربية، واشتهر بمعرفته العميقة في النحو والصرف والبلاغة والحديث، ترك أثرا كبيرا في مجاله، وتوفي ودفن في فاس سنة 1232 هجرية، وترك مؤلفات عديدة منها حاشية على التصريح وحاشية على المحلي، وأهم الحواشي التي اشتغل عليها هي حاشية على مختصر المعاني، وهذه فقط هذه نسخة من نسخها تحت رقم 11281، وهي موجودة بالخزانة الحسنية بالرباط بالمملكة المغربية. إذن هذا الكتاب الآن أنا بصدد دراسته وتحقيقه لإخراجه في صورة قريبة من الصورة التي أرادها عليه مؤلفه إن شاء الله تعالى. الكتاب هو سلسلة مكملة لكتب البلاغة، وقد تبين لنا من خلال دراستنا الأولية له اشتماله على مجموعة من النوادر والجواهر الثمينة، فالكتاب المخطوط اشتمل على مباحث بلاغية مهمة. ومن خلال دراسته الأولى وتحقيقه أيضا سيساهم في دعم وتطوير الدراسات البلاغية ليصبح مرجعا يعتمد عليه طلاب العلم في آرائهم وأقوالهم ومسائلهم. وقد تميز الكتاب المخطوط بالدقة في الأسلوب والقوة في العبارة، وكأن شفشاوني بسط فيه القول وأضاف إليه العديد من الفوائد والاستدراكات الجيدة. وبإخراج هذا العمل إلى النور إن شاء الله سنعكس أهمية الحفاظ على التراث ونقله للأجيال القادمة للبحث في مباحثه وقضاياه العلمية الغنية، وذلك لضمان استمرار رحلة العلم والتعلم. إذن في نهاية هذه الدراسة خلصنا إلى مجموعة من النتائج، ويعني توصلنا إلى أن تحقيق مخطوطات علمي البلاغة والنحو أسهم في تطوير هذين العلمين من خلال مجموعة من الاعتبارات. فهذه الكتب المحققة وضعت المنهج والطريقة في بناء الدرس النحوي والبلاغي وتقديمه إلى المتخصصين في هذا المجال، وشكلت للمؤلفين مرشدا يسيرون عليه. أسهم تحقيقها أيضا في تأكيد التفوق العربي في دراسة اللغة والاهتمام بها والتنبه إلى نظريات يراها كثيرون أنها حديثة في بعض المجالات كاللسانيات وعلم الأصول إلى غير ذلك من المجالات. ساعدت هذه النصوص المحققة أيضا في توجيه مجموعة من كتاب الحواشي والشروح والتقارير إلى ضرورة تسهيل الدروس في هذه المجالات للراغبين في تعلم أسس وقواعد اللغة العربية. واشتملت هذه النصوص المحققة أيضا على مباحث، كما ذكرنا، مباحث علمية مهمة استفاد منها علماءنا العرب وحتى العلماء في الغرب، وأسسوا عليها نظرياتهم الجديدة واستفادوا منها بالدراسة والقراءة والتحليل إلى يومنا هذا. مثلا في مختصر المعاني كمبحث الخبر والإنشاء الذي استفاد منه مجموعة من الباحثين ومجموعة من الدارسين، وأسسوا عليه مجموعة من النظريات منذ تحقيق هذا الكتاب إلى يومنا هذا. استثمار الجديد من المصادر اللغوية المحققة في إثراء الدرس اللغوي وتوجيه مساراته وإثرائها كان من نتائج تحقيق هذه الكتب المحققة. إذن أخيرا نوصي بضرورة تحقيق كتب التراث خاصة المخطوطات اللغوية والبلاغية التي لم يتم تحقيقها بعد للاستفادة من كنوزها الثمينة. أيضا تشجيع الدارسين على مواكبة حركة التحقيق ومتابعة الجديد من النصوص العربية المحققة.
وأخيرا أجدد شكري وامتناني وتقديري لرؤساء مؤتمرات هذا المحفل العلمي المتميز على جهودهم الكبيرة والمتواصلة لإنجاحه، والتي لم تأل جهدا في تقديم الدعم والمساندة اللازمة، كما أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى أعضاء منصة أريد، خاصة سعادة الدكتور سيف السويدي على خدماته النبيلة وتضحياته الجسيمة ودعمه الكبير والمستمر للباحثين والعلماء من مختلف البلدان. وأؤكد أن هذه الجهود الجبارة التي بذلها الجميع من تنظيم وتنسيق ودعم سيكون لها بإذن الله أثر كبير في تحقيق النجاح الباهر لهذا المحفل العلمي، فجزى الله عنا الجميع خير الجزاء وبارك الله في جهودهم. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أشكر أيضا الدكتور عدنان قلعجي على جهوده الكبيرة في التواصل والتنسيق معنا، فشكرا جزيلا لكم، وشكرا أيضا للدكتور عمر أبو بكر، شكرا جزيلا على تسيير هذه الجلسة العلمية المتميزة، وبارك الله في جهودكم، وشكرا. أحسنت الباحثة الكريمة، شكرا أيضا لك على هذا العرض القيم لهذا الموضوع الشيق والحيوي. أيضا حقيقة اليوم أنا سعيد جدا بوجود هذه الأبحاث، كل بحث من هذه الأبحاث المقدمة يعني بحر في مجاله وحيوي ومهم حقيقة، وهذا يجعل الإنسان يتفاعل بمستقبل البحث العلمي، وخاصة المحاضرة الأولى التي قدمها الأستاذ الدكتور أكرم محمد زكي حقيقة عن مؤشرات تضمين القيم الإسلامية في التعليم الجامعي والبحث العلمي بشكل عام، حقيقة شيء رائع جدا حقيقة، الإنسان يتفاعل بهذا الشيء. ونرجو من منصة أريد أيضا المسؤولين النظر في هذه الأبحاث ومن أجل نشرها في المجلة الخاصة بالمنصة، وهذا إن شاء الله تعالى سيكون هناك سيتم النظر في مثل هذه الأمور. شكرا حقيقة للباحثين. لا أدري إذا كانت الباحثة موجودة موعظة النساء، هل هي موجودة؟ إذن غير موجودة، عفوا سعادة البروف، غير موجودة. طيب إذن نحن نشكر حقيقة الباحثين الكرام، شكرا فردا فردا، كل واحد منكم يستحق شكر على ما قدم من موضوع قيم يستنتج منه بعد ذلك موضوعات، تستنتج من ذلك موضوعات عدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم هذا السعي، وأن يجعل خطواتكم جميعا في موازين حسناتكم، كما نجدد شكرا أيضا مسؤولين عن منصة أريد على رأسهم الأستاذ الدكتور سيف السويدي حقيقة، هذا رجل أمة، يعني شخصية واحدة لكن حقيقة يعتبر أمة بوحده، كذلك الدكتور عدنان على جهوده كذلك من بداية المؤتمر إلى يومنا هذا. بعد ذلك نفتح المجال للأسئلة والاستفسارات، ونبدأ أولا بتقديم الأسئلة أو الاستفسارات حسب هذه الموضوعات، نعطي مثلا 10 دقائق إلى 12 دقيقة للأسئلة، وبقية 13 دقيقة للإجابة. فنفتح المجال أولا للأسئلة. دكتور عدنان، هل هناك شيء قبل بداية الأسئلة أو الاستفسارات، هل هناك شيئا؟ تفضل إذا في شيء. شكرا، بارك الله بك سعادة البروف. نعم أحبتنا الكرام، من أراد أن يطرح سؤالا أو استفسارا فليرفع أداة اليد أو يطرح سؤاله مباشرة في الشات. نعم بارك الله فيكم، تفضل سعادة البروف. أحسنتم. إذن ننتظر منكم الأسئلة والاستفسار بإذن الله تعالى حتى يكون يتم الجواب عنه بإذن الله تعالى. تفضلوا. في عندنا الدكتور مهند السرطان، تفضل. تفضل دكتور محمد.
هل يحتاج الصلاحية؟ دكتور محمد تفضل. هو المايك عندك مغلق، لابد أن تفتح. طيب ناخذ مداخلة أخرى، سعادة البروف ضيف الله تفضل. طيب إذن نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل. حياكم الله، بارك الله فيكم وأخوكم وضيف الله ضعيا من الرياض. الحقيقة أبحاث متميزة التي استمعت لبعضها الحقيقة. بس عندي سؤال للأخت خديجة عن اللي تحدثت أخيرا نعم، عن تحقيق المخطوطات. المخطوطات التي تفضلت بها، يعني اللي ذكرت الأرقام المليونية هذه. هذه مخطوطات باللغة العربية فقط ولا عامة يعني؟ وهل هي يعني محصاة؟ أين توجد في الجامعات وفي المكتبات العالمية، يعني بأعدادها ومسمياتها؟ هل يوجد فهرس لهذه المخطوطات أو لا؟ يعني هذا السؤال للأخت الكريمة، وشكرا للجميع على جهودهم المتميزة. أحسنت، بارك الله فيكم الدكتور الكريم على هذا السؤال. طيب ننتقل إلى سؤال آخر، إن شاء الله ستجيبك الدكتورة إن شاء الله تعالى. من آخر؟ الدكتور أحمد بن مصطفى تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية خالصة لكم الأساتذة الأفاضل، وأشكركم جزيل الشكر على هذا الإثراء وعلى هذا الإشراف الجيد على هذه الندوات. فقط أريد أن استفسر عن حقيقة، التحقت متأخراً، استفسر سؤال يعني موجه للأستاذة الفاضلة فيما يخص دور المخطوطات العربية، دور المخطوطات في تطوير اللغة العربية. بمعنى، هل هذه المخطوطات، بمعنى الآن هل لا زال لها دور في تطوير اللغة العربية أم انتهى عهدها؟ بمعنى المخطوطات، هل يعني انقضى عهدها، نلجأ إلى طريقة أخرى في الخط، هي لأن المخطوطات من الخط، هل نحتاج إلى مثلا تطوير تقنية لتعليم الخط بدل من المخطوطات، باعتبار أن المخطوطات قد استهلكت؟ هذا من الجانب ربما الرسم، الخط الرسم. أما من جانب العلوم، هل ما زالت العربية تكنز علوما في هذه المخطوطات، أم أن العلوم قد تطورت تطورا هائلا ولا داعي للدوران في هذه يعني الدائرة، باعتبار أن المخطوطات العربية سباقة في اكتشاف العلوم؟ وشكرا جزيلا، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسنت، بارك الله فيكم الدكتور أحمد، شكرا جزيلا على هذا السؤال، وإن شاء الله تعالى أيضا الدكتورة نعم ستجيبكم. في هناك دكتور بس هو كتب اسمه باللغة في معنى، عفوا سعادة البروف، في معنى الدكتورة سميرة حمودة تفضل. أي نعم، طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم على هذا المحفل الرائع، وشكرا للقائمين عليه، شكرا للدكتور سيف، وشكرا للباحثين المشاركين، شكرا لكم جميعا. أنا سؤالي أولا قبل كل شيء عاقب على قولكم أن هذه المحاضرات كانت رائعة، فعلا كانت رائعة،
وخاصة المحاضرة الأولى التي كانت تتكلم عن القيم في الدرس الجامعي، ونرجو أن نجد آليات لتوظيف هذه المناظرات وهذه المحاضرات. سؤالي للباحثة المغربية خديجة عن صحيح البخاري التي قالت أنه يوجد له مخطوطة نفيسة في ألمانيا، لو تكرمت الباحثة بذكر اسم المكتبة، وجزاكم الله خيرا جميعا، شكرا لكم. أحسنت. بارك الله فيكم. إذا السؤال الثاني يتعلق بالدكتورة فاطمة، صحيح؟ أو لا، دكتورة خديجة تقصدي؟ دور تحقيق المخطوطات. طيب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل سأجيب إن شاء الله؟ أي نعم، بس هو نحتاج بس نسمع من خالد إدريس، هذا اسمه خارشيف إدريس، لو تفضل. كان يرفع يده من فترة، حاضر. اسمه ما واضح يعني هنا. عدنان. نعم، سعادة البروف، أعطيته صلاحية. طيب، بإمكانكم أستاذ خارشيف إدريس، بإمكانكم طرح السؤال. تفضل. السلام عليكم. بسم الله عليكم الرحمن السلام. الرحيم. في البداية أود تقديم الشكر والامتنان إلى كل الإخوة الذين يعملون في هذا المحفل العظيم، وعلى رأسهم السويدي. جزا الله خيرا كل من ساهم في هذا اللقاء من قريب أو بعيد. أنا عندي فقط وقفة تأمل ووقفة تفكر. طبعا هذا عبارة عن هذه الوقفة موجهة ليست فقط للمسلمين أو للباحثين المسلمين، بل لكافة فئات طبقات الناس، أي لكافة الشرائح. لماذا؟ لأن الدين الإسلامي هو دين كوني، ولغتنا يجب أن تكون كونية. فلذلك أو في البداية حينما نريد أن نقوم بأي بحث علمي، لابد لنا أن نحدد الفضاء الذي نعمل فيه. والفضاء الذي نعمل فيه وضحه رب العالمين في الآية الأولى التي انطلقت بها مسيرة الإسلام، ألا وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق. أي بمعنى أصح، لا بد للباحث حينما ينطلق، لا بد له أن يتواجد في فضاء ثلاثي الأبعاد. الفضاء الأول وهو فضاء المعرفة المتمثل في القراءة، والفضاء الثاني باسم ربك وهو الممثل في القيم، لأن العلم بدون قيم لا قيمة له. والفضاء الثالث وهو الإبداع، لأن العلم والإيمان إذا لم يكن هناك إبداع فإذا يبقى دوما في نقصان. فلهذا لا بد لنا أن نترجم هذه الثلاثية. بعد ذلك تأتي النقطة الأخرى، وهي قضية العلاقة أو الرابطة الموجودة ما بين النية والهدف. طبعا هناك من يفرق ما بينهما ويقول بأن النية شيء والهدف شيء آخر. أنا أرى بأن الهدف هو مجموعة جزئية من النية. لماذا؟ لأن النية هي عبارة عن محصلة مصطلحين، الهدف الإيماني والهدف العقلماني. أي بمعنى أصح، الهدف التطبيقي التجريبي في المختبرات، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وقل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. كل هذه الأشياء عبارة عن قضايا تطبيقية علمية عقلانية احترافية. والفضاء الثاني والمحصلة الثانية وهي الجانب الإيماني.
لأن الهدف إذا لم يكن له رابطة قوية برب العالمين فإنه سوف يكون له نتائج ربما لن تكون إنسانية، بل ستكون كما نراه حاليا في وضعنا في حياتنا المعيشة. الملاحظة الثانية وهي الدكتورة الكريمة التي تحدثت عن المزمل. سورة المزمل مع كامل الأسف نمر على بسم الله الرحمن الرحيم، قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، نمر عليه، في حين أن المرور على هذا بدون أن نتوقف وقفة تطبيقية احترافية يجعلنا نتواجد في منطقة بعيدة عن القرآن الكريم. هذه في نظري. لماذا؟ لأن هذه الآيات هي عبارة عن آيات ترتبط بكثير من الحقائق الروحية وبكثير من الحقائق العلمية. الحقائق الروحية وهي المتعلقة بالخطاب الرباني، يعني الحديث حديث دقيقة واحدة تختصر حتى ندخل في طيب الله يجزيكم بخير. طيب. وصلاة سيدنا داود إلى غير ذلك، وكذلك ليلة القدر، والحقيقة التطبيقية وهي ما يعرف حاليا بعد 15 قرن تقريبا بالفراغات الطوبولوجية، أي الفراغات المترية في فضاء ذو إن بعد. فإذا هذه القضايا يجب علينا أن ننتبه إليها، ويجب علينا أن نعطيها حقها. وفي هذا المجال أنا اشتغلت في هذه القضايا، ويمكن للسادة الباحثين والإخوة الكرام أن يدخلوا ويضعوا الاسم في منصة مثلا جوجل أو تويتر ولا أي شيء، وسيجدون الأبحاث الموجودة في هذا المضمار. وجزاكم الله خيرا على حسن انتباهكم، وأستسمح إن كنت قد أطلت عليكم، وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذه المسيرة من قريب أو بعيد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسنتم البحث الكريم، شكرا جزيلا على هذه المداخلة حقيقة القيمة، ونحن بحاجة إلى هذه المداخلات لولا قلة الوقت. إذن نرجع إلى الدكتورة خديجة، الأسئلة معظم الأسئلة عنها، تفضلي دكتورة. يعني هناك سؤال عن مخطوطات أماكن وجودها و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للسؤال الذي يتعلق بهل دور تحقيق هل المخطوطات لا زال لها دور في تطوير علوم العربية؟ نعم، المخطوطات لها دور مهم في تطوير علوم العربية، فالمخطوطات تعتبر مصادر تاريخية قيمة تحتوي على نصوص علمية وأدبية وفلسفية ودينية. من خلال دراسة هذه المخطوطات يمكن للباحثين اكتشاف نصوص قديمة غير معروفة، أو نسخ أقدم أو نسخ أقدم من النصوص المعروفة، مما يساهم في فهم أفضل التاريخ وتطور اللغة العربية وعلومها المختلفة. فالمخطوطات تلعب دورا مهما كبيرا في تحقيق النصوص، وتحقيق النصوص هنا نذكر بأنها يساعد تحقيق المخطوطات في تصحيح الأخطاء وإعادة النصوص إلى شكلها الأصلي. ودراسة اللغة بمعنى تقدم المخطوطات القديمة أمثلة على تطور اللغة العربية وأشكالها القديمة، وأيضا البحث العلمي، فالمخطوطات تحتوي على أفكار ومعلومات قديمة قد تسهم في تطوير العلوم الحديثة. ويعني باختصار يعني جواب باختصار، فالمخطوطات تظل جزء أساسي من دراسة وتطوير علوم اللغة العربية وتاريخها رغم تطور العلوم الأخرى. بالنسبة للسؤال الثاني، هل صحيح ما هي المكتبة التي يتواجد بها صحيح البخاري؟ بصراحة فقد أخذت هذه المعلومة من كتاب
الدكتور أحمد شوقي بن بين، سأحيل الأستاذة على كتابه دراسات في علم المخطوط والبحث البيبليوغرافي. هذه المعلومة أخذتها فقط من هذا المصدر، ويمكنها البحث فيه إن شاء الله. وشكرا لكم. أحسنت، بارك الله فيكم دكتورة الكريمة، بارك الله فيك، أحسنت على هذا الجواب الشافي والكافي. إذا مشاركة بسيطة لو سمحت، بخصوص تعليقه على سورة المزمل، فقد قرأت آخر آية من سورة المزمل ورد فيها، اسمعني دكتور. نعم، تفضلي تفضلي. نعم، ورد في سورة المزمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كان عليهم صلاة الليل واجبة في أول حكم صلاة الليل، ولكن التخفيف أتى بعد فترة بقول الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، وتحول من فرض إلى سنة. وهذا ما يعني دعاني إنه أن يكون لك سنة، فأنت تستن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا تتركها. فهي فكرتي إنه الله عز وجل أعطانا: سيكون منكم مرضى وآخرون يقاتلون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر. يعني كأنها قوسان: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ونهاية الكلام: فاقرأوا ما تيسر منه. علينا قراءة القرآن، يعني متى ما كان قراءة القرآن أصل في يوم الإنسان، بإذن الله سوف يكون مسلما جيدا، والله أعلم. جزاكم الله خير. إذن أحسنتي، طيب بارك الله فيكم، شكرا على هذا التوضيح أيضا، وتكون الأمور وصلت إلى الدكتور إدريس. إذا ننتقل إلى الأستاذ الدكتور أكرم محمد زكي ليجيب عن السؤال حول آليات توظيف العناصر التي ذكرها في المحاضرة. إذا كان معنا دكتور فليتفضل. نعم، سعادة البروف الدكتور، سعادة الأستاذ الدكتور أكرم محمد زكي، لظروف تقنية فقد غادرنا، فبارك الله فيكم، ويعني عذرا دكتور، لكن وصلنا إلى نهاية الجلسة لأنه يوجد محاضرة الآن مع سعادة البروف محمد التكريتي. فيعني بقي لنا بعض الوقت فقط لنشرح طريقة الحصول على الشهادة، فبارك طيب، الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. عدنان، وشكرا على هذه اللحظة الطيبة المباركة، وشكرا للباحثين حقيقة والحضور جميعا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا كل خير سعادة البروف عمر علي أبو بكر على هذه الإدارة الناجحة لهذه الجلسة المباركة. الله يحفظك. نعم أحبتنا الكرام، جزاك الله خير دكتور، الله يكرمك. نعم أحبتنا الكرام، وصلنا سوية معكم إلى طريقة شرح الحصول على الشهادة للمؤتمر الدولي 14 في هذه الجلسة البحثية، وأيضا لمحاضرة سعادة الأستاذ الدكتور أكرم محمد زكي. نعم أحبتنا الكرام، سنقوم إن شاء الله على عجالة بشرح طريقة الحصول على الشهادة. نعم أحبتنا الكرام، نقوم سوية بالدخول إلى محرك البحث جوجل وكتابة منصة أريد العلمية، فتظهر لنا بهذه الصورة الواضحة أمامكم. وبالنسبة للأعضاء الغير مسجلين، فبإمكانهم تسجيل مجانا في المنصة، مجرد ضغط على سجل معنا تظهر المعلومات المطلوبة. أما بالنسبة للأعضاء المسجلين، فبمجرد الضغط على الإيميل وكلمة المرور، فمباشرة ينتقلون إلى البوابة الخاصة بالمنصة وأيضا المحفل العلمي 14 الظاهرة أمامكم. أحبتنا الكرام، نقوم بالضغط على الجلسات، نقوم بالضغط على الجلسات فتظهر لنا الأيام التي نحن مشاركون فيها، نقوم بالضغط على اليوم الأول، ننتقل مباشرة بعدها إلى الندوة المؤتمر الدولي 14 للاتجاهات المتقدمة في الدراسات الإسلامية، البحوث المختارة للتقديم، وهي كما شاركنا معكم قبل قليل في الجلسة التي أدارها سعادة البروف عمر علي أبو بكر. نعم أحبتنا الكرام، نقوم بالضغط على زر نيل كما يظهر أمامكم، وهو الزر الخاص بالشهادة، فنقوم بعدها بتحميل الشهادة التي تظهر أمامكم بهذه الصورة.
هذه الصورة هذا النموذج للمحاضرة التي قدمها سعادة البروف أكرم محمد زكي. وأيضا أحبتنا الكرام، لمن كان يسأل عن شهادة البارحة ليوم الافتتاحي، فقد كان يوجد هناك بعض الضغط على الموقع، لذلك بعض الأشخاص لم يستطيعوا أن يقوموا بتحميل الشهادة، فبإمكانهم العودة إليها بالضغط على يوم الافتتاح والحصول على الشهادة.